اليوم الخامس من ورشة. كيف مر عليك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. ارحب فيكم مرة ثانية في اليوم الخامس، هو يوم بداية المشاريع ان شاء الله للناس الجادين. هاي الورشة ممكن يحضرون الناس يتذكرون يوم الايام محمد بن شمس ولا محمد المولي، انه شنو؟ اوه في هاي الورشه اسمها مساراتنا، خياراتنا، قراراتنا. في ناس لا، ممكن يقول ان هاي الورشه فعلا انا بدايه انطلاقه لي حق اني انا اترك اثر في الدنيا. وان شاء الله كلكم، كلنا احنا متفقين عندنا شنو؟ رغبه ان نترك اثر، صح؟ الحين بتجي حقيقه الاراده. حاولوا ان شاء الله تستفيدون من هاي الشيء، لان مثل ما قلنا انتم حين القيادات. العام كان بايلوت، السنه سيريس، يعني حاولنا كثر ما نقدر ان نحط اكثر جهدنا في هاي الورشه، حتى قللنا عدد المحاضرين، غيرنا في البرنامج كامل بناء على البايلوت مال العام. هاي قدامكم، هاي مشروع بالنسبه لنا. اوكي؟ لان احنا ما يصير احنا نتكلم عن تغيير العالم في بلدنا يصير عداله، صح؟ فلازم نجرب ايضا على انفسنا، بما فيهم احنا. حتى احنا نتعلم معاكم. كل يوم احنا نتعلم، فحاولوا ان تستفيدون ان شاء الله. وانا سيريس، انا قلت حق الشباب واقول لكم كلكم بما فيهم الدكتور ايمن، محمد، بن شمس، احنا اليوم ندعي ان احنا بنغير مفهوم الاقتصاد، وان الاقتصاد ما يكون فقط راس مالي. يتم الاقتصاد راس مالي، الانسان طبيعته هو مادي، ولكن ايضا ننادي الاقتصاد اللي يعتمد على القوى الداخليه. وهذه ممكن انه يصير من خلال ان فعلا الناس يكونون فاشلين يسوون نفس المفاهيم اللي احنا نسوي فيها، وفي ناس بعد تسوي، وفي ناس ملايين يتمنتجون، وخاصه في جيلكم. جيلكم اكثر من جيلنا يبي يغير العالم. فهي فسرتهم بشكل كبير. طبعا احنا تكلمنا على ووصلنا اتوقع امس على هاي النقطه، غطينا الكلام وقلنا شنو اهم شيء في هاي السلايد؟ اهم شيء الوقفات. اهم شيء الوقفات، حتى اليوم جزء من هاي التمرين اللي ناخذه الحين نشمله، اللي هو عباره عن شنو؟ بيخليكم فعلا انت لازم، يعني اول شيء لازم في عندكم توجه مسافه. اوكي، بيعطيكم تبنون برج من خلال ال ايش هذه السباجيتي. اوكي؟ عواد السباجيتي. الحين احنا بنعطيكم تبنون 22، صح علي؟ وزع 22؟ 22. اللي يبي ياخذ ياخذ، بس مين يسحب من الكريدت ماله؟ فاذا حس نفسي انه فعلا قاعد ماشي على طول هاي، بس محسوب عليكم عدد الاعواد، هو عاده يعني 15 توصل برج طويل اذا انت عارف ايش قاعد يصير. فيها شنو؟ فيها مسار، فيها خيارات. اوكي؟ لان انت اذا سويت برج طويل وما له قاعده عدله بتطيح البرج. فلازم عارف ايش تسوي، لازم تروح الفريق، وهذا يساعدكم ان تفهمون طبيعه المشاريع. اوكي؟ احنا نسويها على فكره مع قيادات يعني كبيره، مستوى بكره وزاره، قيادات شرطيه وغيرها. طيب، فمهم جدا ان احنا نفهم ان ترى واحده من مصادر التغلب على الخوف هو شنو؟ تيكينج بوزز. شفتوا شلون لما نسوي بوز في التلفزيون؟ اتس لايك ذس. وانا متاكد اني بقول لكم وتكتبونه بعضكم، لكن ما بالسبب. قول ان شاء الله لا. زين؟ ان شاء الله لا، وان شاء الله بتخيبون عملي. ها؟ ولا ما بتخيبون عملي؟ ما بتخيبون عملي. طيب، فاحنا مهم جدا ان احنا نفكر ان هذا الجهد المبذول، هذا الانجاز، هذا الهدف كله يحتاج الى شنو؟ الى تقييم مواقفات. كل ما انا فعلا يا مريم، يا ايمان، يا محمد، ها؟ يا نور، اني انا فعلا ابي يا ولاء، اني انا فعلا بصير متواضع، لازم شنو اثبت؟ ان عندي قدره عاليه على السلف اسسمنت. يعني شنو؟ التقييم بالذات. ليش احنا قلنا لكم امس قيموا بعضكم بعض ونستمر حتى في المسابقه؟ لان اذا تعلمنا نقيم نفسنا فعلا بنقدر شنو؟ نقيم الاخرين. اذا ما عارفين احنا بايس لما نقيم انفسنا، معناته ما بنقيم الاخرين بطريقه صح. واصعب، انا اقول ارقى درجات التميز، دائما اقول حق المؤسسات الحكومات، ارقى درجات التميز اللي هم يسمونه سيلف اسسمنت، ان عندك تقييم صحيح حق نفسك، تعرف اين تقف، تعرف اين الاخطاء اللي عندك، وتعرف اخطائك اكثر مما تعرف شنو نقاط قوتك. اسهل شيء انك تعرف نقاط قوتك، لكن هل تعرف اخطائك؟ هاي التحدي. اوكي، فمهم جدا ان كلنا دائما نشوف شنو عشان نقدر فعلا نتطور. لان في فرق، دائما تذكروا احنا في حياه
وايد تركز على النمو. اوكي النمو بالسايز. اوكي كم بطني كم بطني. اوكي هذه النمو بالسايز. لكن هل هو في نمو بالعقل ولا بالدماغ ولا بالقدره على استخدام الدماغ؟ هذه هو التطور الحقيقي. فاحنا في فرق بين النمو والجروث وشنو الديفلوبمنت. الديفلوبمنت معناته اني انا اقدر اسوي شيء باقل وسائل وباسرع وقت وبدون الاعتماد وباقل اعتماد على الاخرين. اوكي ممكن اسوي شراكات مو بعيد بالعكس، ولكن مو اتكاليه انا قصدي. فبالتالي لذلك اقول، وانا اقول لكم للاسف ان في دولنا ويمكن البحرين بعد يمكن هي فيها المشكله بشكل كبير خاصه في قطاع الشباب، ان في وايد برامج تمكين. اوكي ومنها تمكين، لكن هي ايش تسوي؟ بدون ما تدري قاعد تسوي تدمير. لما انت تقول لك تعال افتح بزنس وانا بعطيك مساعده، اوكي وانت تروح فعلا تفتح تاخذ البزنس تاخذ الفلوس وتفتح في البزنس وانت ما عندك مسار واضح. عندك مسار واضح ايش اسوي؟ ما بصيرك ترى هزات. لا لازم في اي رحله لازم في هزات. فاذا الانسان مو واضح هو ليش قاعد يسوي هاي الشيء اكيد في شيء شنو عنده تحدي. احد يمسك شو اسمه الكاميرا. فلذلك احنا نقول وايد مهم ان احنا ايضا لازم نفكر جزء من هاي خط الزمن. خط الزمن يعني لازم اتكلم للمستقبل واعرف انا الماضي، اتعلم الماضي مثل ما اخذنا في تمرين من التمارين اللي اشتغلت عليه قبل. معناته ان انا وضعي الحالي شنو هو؟ اول شيء حددت مساراتي بشكل واضح خياراتي، وما لازم ان خياراتي تكون 100% صح. انت مع الوقت لانك بتصفر لانك بتسعى لانك بتحاول لانك بتسد التحديات كل ما ردت تضحك خياراتك. كل ما صار في ضبابيه في الرحله معناته انا رايح كل ما كان في ضبابيه في الرحله كل ما انت معناته في الطريق الصحيح. كل ما كانت الامور واضحه وان انت حصلت الوظيفه حصلت اللي تبينه معناته ترى انتبه لحالك. صدقوني بواحد مو بس يعني مدرب ولا خبير ولا انتقلت في العالم ورحت بالمناطق يمكن بعضكم ما يعرفها. من غاب البحرين في سنه من السنوات فريق اسمه ترندال وتوبابو صح؟ انا وصلت هناك سويت وصلت قبل 3 شهور. فمن واحد من الخبره اقول لكم ان لازم اني انا شنو؟ افكر دائما بان مساراتي وخياراتي ما راح تكون واضحه. ودائما راح تتضح من خلال شنو؟ التجارب. والتجارب ممكن تكون من خلال العمر وانتظر يعني صار عمري 45 سنه واكتشف نفسي، او ان انا لا ترى انا اقدر اكتشف نفسي وانا عمري 20 سنه 22 سنه من خلال شنو؟ الفريكونسي. فما صار اليوم محمد بن شمس ان انا احسن منه لان انا عمري اكبر. ما انتهى الباب اللي كان يفكر بهالطريقه. انت زبوت فريكونسي وانت مفتوح لكم اليوم ان الظروف تكون بشكل اكبر. لذلك يكون لازم ان بعد هذا ايش اسوي؟ اشوف المستقبل متعدد الاستنافة. الحين انا قلت لكم شنو اول امس او امس؟ قلت لكم ان في جاي 3 سنوات عجاف. زين هو 3 سنوات عجاف هاي ترى في فرصه لي مليون كبيره اني اطلع وايد بزنس الحلقه. اما البزنس الزين ما طلع فيه شنو؟ في منطقه الراحه خاصه بالناس اللي يكونون يكونون بليونير ولا هذول ولا هذول في العالم كلها تقوم من ازمات. اوكي؟ فلا تتوقعون. فمعناته ازمه معناته في فرصه. اليابانيين لما يكتبون الفرصه نفس الطريقه لما يكتبون ازمه. تشوف الخط الياباني شو الفرق؟ ان الازمه صايره تحت والفرصه صايره فوق. بس ليش؟ لان نظرتهم ان كل الفرص ما تاتي من خلال ازمات. مو تحديات، ازمات كرايسس مو تشالنج. وترى الحياه هي تسوت. انا قلت لكم امس الفورتيز من يتذكرهم؟ غير مره. شنو الفورتيز؟ ايوه دريم ايوه ديزاير رغبه. بس لحظه ليش سلمون ينقم علي وعلي اللي يقول؟ نعم سلمون بعد يقول في اذن علي وعلي اللي يقول. سمحت واحد منهم علي ايوه رغبه عقب الحلم بعدين عاشق. نعم ايوه الاصرار بعدين التزام بعدين التزام. احسنت صفقه لهم. نفس الشيء ابو الفارديز اللي بعد هاي الفارديز ما يتحققون الا بثريسيز. هاي الفورديز هذين اللي تكلمنا عليهم الحل انه يكون عندي حلم وانه يكون عندي رغبه ويكون عندي شنو؟ اصرار ويكون عندي التزام ما يتحققون الا بثريسيز. الثريسيز اول شيء ان الحياه ترى فيها وايد شنو؟ يعني تشالنجز. اوكي؟ وان هاي التشالنجز
هي تتطلب الى شنو؟ تجيب لك شنو؟ تشانسز. وان هاي التشانسز تجيب لك شنو؟ تشينج. يعني اذا تثبت حق التغيير وتطبق الايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، معناته شنو؟ لازم تكون في شنو؟ تشينج. صح؟ لذلك الناس تخاف تغير. لذلك انا اقول اتمنى لو 50% منكم خلص المشروع معناته انت بديت ما تتغير. وانا ليش تخطيط؟ ما لازم مشروعنا، بس احنا عشان نسوي لكم سيميليشن، عشان نسوي لكم محاكاه حق حقيقه الحياه. ما حد ياخذ بديل عليكم ها؟ مخرج انا خاطر على فكره يسوي مسابقه تعرفون انت في السفر ماشي من وراك. وسالف معروف حتى حق الاطباء بالدار، حق السايكولوجي بالدار. وانا من الناس اللي ياكلون يحطون مشروع قدامهم يقول لهم لا تاكلوا، يطلعون عنهم في الغرفه، شوفوا المحطوط على اليوتيوب. يقولون لهم لا تاكلوا، ما يقولون لهم الوقت متى بيرجعون. اوكي؟ كان مثلي هذا النخبه اللي يقول لك اللي ما ياكلون هذا بسرعه ياكلونه، هذا لا يقول يعين العالم. ان شاء الله بعد المعادله تصير خير، في استثناءات ان شاء الله. طيب فاحنا عموما نتكلم على اهميه النزول الميداني، اذا انا فعلا بعرف المستقبل واتعامل معاه لازم اليوم اسوي له محاكاه. اوكي؟ بالتالي لازم هذه المحاكاه راح تفتح لي مساحات لان اليوم خياراتي اكمل في شنو؟ في قراراتي، صح؟ يعني بين مساراتي وبين قراراتي شنو؟ خياراتي، اذا خياراتي ما اعرفها او الخيارات التي اسال عن ما اخذها معناته شنو؟ معناته مساراتي مهزوزه، قراراتي مهزوزه. فهي ترى فيها سيكونس وايد مهم، وانا عندي كتاب اعطيكم حق القطاع الصحي مساراتنا خيارات قراراتنا، ذكرني اعطيك هالكتاب ان شاء الله. فاحنا طبعا هذه حدود حق يعطيني حدود حق المستقبل الصعب كيف اني انا اتعامل معاه، وهذا ما يحتاج الى مشروع تجريبي او سلسله اشياء. ما نقول المشروع انه هاي بيفتح لكم في كل الافاق، لكن بيعلمكم كيف تتعاملون ان الحياه عباره عن شنو؟ سلسله مشاريع. والمشاريع اللي تصنع قصص. هاي المشاريع تصنع فرص، والفرص تصنع قصص. ما بتجيب ما بحقق شيء مادي بالصدفه، ما بصير انا اليوم مؤثر في العالم، خبير عالمي، اوكي؟ وخاصه انا عندي ظروف اجتماعيه، اقتصاديه، سياسيه متقلبه، اوكي؟ فما ما ما بيصير بالصدفه. ولذلك حد يقص عليكم، وساعات في ناس يقولون انا لاني عايش في المجتمع بروح بعض بهاجر. احنا رحنا كندا. وكان جزء من زيارتنا حق كندا ان نسوي مسوحات مباشره وغير مباشره، نسال الناس اللي هاجروا. نقول لهم ها شو اخباركم عقب ما هاجرتوا؟ كم من الناس اللي قالوا احنا مرتاحين؟ قليل جدا. معظم الناس قالوا احنا شنو؟ ترى احنا خدعنا. الحين نتمنى هو عايش عشان عياله. يعني هو حياته سواها شنو؟ صفر. عشان يا صاحب عياله لما يصيرون كنديين 100% وما حول كندي هو بس ما حصل فرص حياته، يعني طبيب، مهندس، سواق انتكاسي. خصوصا المتعلمين، كل ما ارتفع تعليمها كان اندماجه في المجتمع الكندي اقبل، ما يقبلون الطبيب اللي مو متخرج من كندا. اوكي. ما يقبلون المحاسب اللي مو متخرج من كندا. زين استخدم الميكروفون لو سمحتي. اذا بتتكلم. متعودين على صوتي. ما عليك، احنا نبي عشان بس خلص. خلصت؟ فواضح جماعه انه مهم جدا. ترى على فكره يعني ما اقول ان الانسان ما يهاجر وما يجرب. اذا انت شفت نفسك فعلا الهجره قد تكون واحده من خياراتك حتى لو فتره من فترات. قد يكون الهجر، وانا اقول لكم انا شخص لو انا ما سويت اللي سويته في سلوفينيا كم ما وصلت الى اليوم وصلت. فساعات الانسان لما تنصيح عليه ابواب لازم يضطر يسوي حركه من الحركات اللي هو شنو؟ يعني يحاول انه فعلا يحقق في نتيجه. بس ما يكون الهجره هو الحروب. لان معظم الناس تسوي؟ تهاجر عشان تهرب، عشان هي ما تقدر تواجه شنو هني، وبالعكس ساعات المواجهه هني يفتح لي مجالات اكبر حق الخارج. وبالتالي من علامات انك بديت تصنع قراراتك انك شنو بديت تاخذ بخياراتك تستفيد منها. وهذا اللي هو نبي احنا ندربكم فيه، ومنها تمرين المشمر. اوكي؟ الجزء النوع الثاني اللي هو تمرين المشمر. اهم شيء يا جماعه في مره ثانيه مثل ما قلنا الانتقال من مساراتي الى خياراتي ومن خياراتي الى قراراتي هو التحديات. اوكي؟ لازم نتعلم ان التحدي هو شنو؟ ايش قلت لك انا مساعد بالياباني؟ التحدي عبارة عن شنو؟ يسمونه؟ نفس الكلمة هي فرصة. التحديات هي عبارة عن شنو؟ فرصة. الكرايسيس عبارة عن فرص. اوكي؟ وهذا يبرر ان ليش اليابان تغرق كل سنة ويصير فيها زلزال والشنو؟ والجي دي بي مالها
العائد على الاقتصاد شو يصير؟ يرتفع. تخرج تشوفون سيارات تويوتا تسبح في الماء رايح صوب البحر، ومع ذلك هم يسوون الارباح. شو يصير؟ بالنسبه لهم هذه الفن اللي هم يقدروا يتعاملون معه. اول فرصه يفترض انت تشوفها هذه فرصه تعلم كبيره معها بعض من روح الاسراف. قد تكون هاي الفرصه، انا ما ادري شو الفرص اللي تجيك في حياتك، ليش تنطر ما دام الحين معطينك واحده من الفرص ان انت تتعلم فيها؟ اوكي؟ فلا تنتظر تجيك هاي الفرصه. التحدي الثاني اللي بيك هو الاحساس بالانتحار وعدم ضمان الامان. وهذه وايد مهمه، لان هاي بدايه على التغيير. وهاي شنو؟ هاي تحرك الرغبه في تكرار المحاوله. اذا فعلا انت عندك امتعاض عن وضعك الحالي، او انت في الحقيقه ما تبين تكملين في وضعك الحالي، وفعلا تحبين تتغيرين وتحبين تغيرين عقليتك وتحبين تسوين عندك تعلم اللي هو تغيير الفرضيات والعادات والسلوكيات وردود الافعال، معناته شو اسوي؟ لازم اني انا ادخل في شنو؟ اكرر، ويكون عندي الرغبه في التكرار. هذه الرغبه في التكرار اللي بتبتدي تعلم تدخلني في مدرسه الحياه. وقال لي شو الفرق بين مدرسه الحياه يا مهدي؟ اسمك شو؟ نور. شو الفرق يا نور بين مدرسه الحياه ومدرسه المدرسه ومدرسه الجامعه؟ ايوه. ها؟ المدرسه تعلمنا اول شيء، بعدين ان تختبرنا مثل ما قالت نوره، بس الحياه تختبرنا بعدين نتعلم. اوكي، اذا مدرسه الحياه هي عباره عن شنو؟ تحديات، اختبارات، ازمات، ها؟ وبعدين شنو؟ نتعلم. اما مدرسه المدرسه فهو عباره عن دراسه ندرسها ثم نمتحن عليها. لذلك من الاسهل بالنسبه لنا حق العقليه مالتنا او حق حتى الدماغ مالنا يتقبل اسهل. مدرسه شنو؟ مدرسه. مدرسه الحياه ما يتقبلها سهوله. لكن انت بتمر فيها بتمر فيها. ليش تخليها هي ما تجيك في الصدفه؟ ليش تخلي حق المفاجات؟ ليش ما تتعامل معها الان؟ وهذه اللي احنا نتعامل معها تصور الحين على مستوى شنو؟ الدول. على مستوى الدول قاعد نتكلم على استشراف المستقبل. شلون نستشرف المستقبل؟ شلون نعرف شيء في المستقبل 50 سنه من الان؟ انه لازم الحين نسوي سيموليشن نتعامل معاه. التحدي الرابع اني انا ابتدي استكشف قواي الذاتيه، يعني قدرتي على صناعه الاراده. راح مع مساعد تكلمنا على شنو؟ على الرغبه. الحين ابتدي اتكلم على الاراده، وجزء من الاراده هو الانضباط. اوكي؟ جزء من الاراده هو الانضباط، انضباط في كل شيء. خلاص انا قلت ان لازم اسوي هاي، اسوي بكره، اسوي بكره. وما اتعلم على شنو؟ اني اسوف. وانا قلت لكم هاي التسويف مرض، بتشوفونه لو فعلا الواحد حساس مثلي بيشوف ان هاي التسويف مرض في هاي الامه. اوكي؟ انت هاي بس شغلتك اليوم تصيد شيء، شنو بتصيد اليوم؟ خطي بلا بالفيديو لا. شنو؟ كل يوم عند عمليات. بس هاي شغلتك جايبينك تصيد علي؟ جايبينك تصيد انت هاي شغلات. فعندنا مره ثانيه مهم جدا يا جماعه ان الاراده ما بتصير بالصدفه. اصعب شيء هي شنو؟ اللي قلنا عليها مساحه الاراده اللي هي الاصرار ديترمينيشن، صح؟ هاي ما تصير بالصدفه. هاي تحتاج الى ان امر في عده مراحل. ليش ناس وايد يقول انا ما اقدر اركز؟ مو لانه ما عنده رغبه، ما عنده اراده، الاراده مالته شنو؟ مهزوزه. اوكي؟ عاشي تو، يا يعني متاخر وسويت لنا ضجه، الله يهديك. لفي افتري معي كذي عشان تشوفين زين. بعدين التحدي الخامس هي شنو؟ تكتشف حقيقه من حولك وبيئتك. راح يبين لكم متى ما دخلتوا في التغيير، راح يبين لكم الناس، مو بالناس اللي يمكن ما يحبونكم، الناس اللي يحبونكم بس كما هم شنو؟ حريصين عليكم انه ما تتغيرون. بسبب انهم ما قادرين يشوفون شنو؟ الشيء الافضل لكم. هم يشوفون الشيء الحالي، فهم دائما اللي يحبونكم وايد شو يسوون؟ يبون تو كيب ذا سيت سكو، لان بالنسبه لهم مرتاحين ما يحبون التغيير، فبالتالي يتركون هذه ايضا يواجهكم بشكل كبير. هاي اقول لكم التجارب ودراسات يعني انا سويتها، كتبت عده كتب في عمليه الاداره. بعدين طبعا سته شخصيه جديده تبدع شيئا جديدا لانها تتخلص من شنو؟ من الخوف والفشل. وهذه اكبر شيء يعاني منه الانسان بشكل كبير.
فتصبح هاي الشخصية تدرك وتصل لمستوى المعرفة التطبيقية اللي قاعد نتكلم عليها لمرحلة المراحل شنو؟ مراحل أولية في مرحلة الحلم. وهو رزق لا يتوفر إلا للقليل ممن يؤثرون في العالم. وأنا هاي كنت أكتب يعني المسلسل البرنامج اللي أي رزق الفريد تحاول أصل إلى الناس هاي الشيء. شوفوا طبيعة الإنسان هو يعني عنده أربع نقاط أو خمس نقاط رئيسية هي تسمى مناطق الخوف في الدماغ. مناطق الخوف في الدماغ أول شيء هي في وين؟ في الهايبوكامبس اللي يسمونها قرن آمو باللغة العربية. أوكي؟ داخل الدماغ. ثم عندي منطقة اللوز اللي هو الأميجدالا. أوكي؟ بعدين عندي بعدين الهايبوثالامس أيضا نفس الشيء الغدة النخامية هاي منطقة أخرى اللي هي شنو؟ أيضا تخليني أخاف. وعندي شنو؟ الثالامس نفسه اللي هو المهاد. وعندي السنسوري كورتكس. شو يصير؟ شو اللي يصير في الانسان لما يحصل اي شيء؟ فرصه ملاحظات تمر عليه فرصه ملاحظات يمكن شاف واحد قاعد يسوي شيء زين بس براكتس هو بيسوي مثله انشا مشروع بيسوي مثله تاثر بورشه مثل هاي ورشه ان شاء الله بعضكم يتاثرون يبي يسوي شيء فيها لكن شيء له اول ما تجي ملاحظات تدخل وتحرك الفرنتال لوب ماله يعني الفص الامامي يبتدي الكورتكس الكورتكس كامل في الدماغ في وحده يسحب يقول لك خليش محلك هاي لسه وين هاي الشغله ترى هاي ورطه ترى انا هسه بسافر مع الاهل ترى انا وراي شغل وايد مو اولوياتي اوكي والجيني اللي بعدين اهم واحد فيهم السنسوري كورتكس اللي صاير تقريبا في نص الدماغ ثم تبتدي شنو بعض الاشياء تتفاعل معاه لما تشوف ان هاي بدا يتحرك شنو خاف هاي تسحب في اشياء وايد اللي تتعبت انك ما تسوي شنو تغيير الى الافضل اوكي ولذلك مرة ثانية مؤثرين في العالم ما زالوا كم 2% 98% من العالم 100% شخص هم شنو ناس فولورز 2% هم القياديين هم اللي قاعد يغيرون هم اللي يبون يغيرون في العالم بشكل حقيقي فبالتالي مهم جدا ان هاي طبعا سر ويز انا حطيت هاي كان ويز في الدماغ تتحرك والتالي بتلاحظ ان عشان اصل الى تطوير حقيقي قلنا شنو في فرق بين التطوير ها التطور عفوا وبين النمو صح في الفرق ان هذا بيغير باقل موارد وما معتمد على اشخاص ولا عنده واسطات ها ونظرته للعالم كبيره هذه هذا الشخص لا قاعد ينطر هو حد يوظفونه يشغلونه يصير مدير يصير وزير اوكي هاي اللي هدفه في الحياه عشان يصل الانسان الى منطقه تطور حقيقيه ويعني يصنع اهداف ويصنع اثر لازم يمر في مرحله تعلم وعشان يمر في مرحلة التعلم أنا حطيت لكم بالعكس لازم يمر في مرحلة شنو؟ منطقة الخوف وعشان طبعا ينطلق من وين منطقة الراحة الحين انتم اليوم في منطقة الراحة لكم تسمع برزنتيشن نسوي لكم ألعاب نتناقشون منطقة الراحة مكيف على مكان مكيف مو بالحر مثل موريتانيا ولا لازم اسوي دوراتي ولا نواكشوط ولا شنقيط ولا غيرها ولا ها؟ ما اسمع الهند اوكي فهذه شنو منطقه الراحه انت عشان تبي تتحول من منطقه الراحه الى منطقه التعلم لازم تمر على منطقه الخوف كيف اتغلب على الخوف ايوه كيف اتغلب على الخوف تحت الصفاء ايوه الثقه شلون بتجيني الثقه صح كلامك اوكي شلون بتجيني الثقه ساعات مهدي مواجهه شلون بتجيني المواجهه انت في ناس عندهم قدره على المواجهه طبيعتها وكان هو ترى ما اتكلم على الناس اللي مخلوقين هم عندهم روح القياده انا اتكلم عن الناس العاديه مثلي اوكي انتوا تصدقون يوم من الايام ان انا يوم لما كان واحد يحكي وبانا اتحكى لما واحد يحكي يسوي يا عمر تصدقون هاي بلسان تصدقون اللي كان هاي وضعي ام سيريس ليه خلاص خلصت انا وياه هاي وضعي لكن لان بديت ادخل في سلسله مشاريع واقف مع نفسي هاي اللي كنت ابغى اسمعها منكم اوكي اذا هو شيئين مشاريع اقف مع نفسي مشاريع اقف مع نفسي وكل ما بديت شويه بديت افهم اهميه الوقفه جربوا الوقفه مره واحده واعتبروها حتى من الليله ومن اليوم اللي ما سويتوها اوريدي في الايام الماضيه وشوفوا شلون بتاثر عليكم حطوها في خريطه وشخطوا فيها حطوها قدامكم في غرفتكم ولا في المكان اللي تجلسون فيه دائما وشوفوا كيف بتاثر عليكم وحطوا هالهدف لمده 5 سنوات الان شنو تبغوا تحققونه مو هدف مادي
مو بني بصير وزيرة، بصير مديرة، بصير راتبي 2000 دينار 5000 دينار وتبر، أوكي؟ لا، أنا شنو أبي أسوي في العالم؟ شوفوا هاي بيتحقق ولا لا؟ إذا أنتم فعلاً شنو بديت تخدم مشاريع؟ فهذا الخوف إذا تغلبنا عليه دخلنا في منطقة التعلم مثل ما قلنا، اللي بتتغير عاداتنا سلوكياتنا ردود أفعالنا، بالتالي يتغير شنو؟ يصير عندنا قدرتنا على التطوير والتطور يصير بشكل حلو. لذلك اليوم احنا نتكلم على شنو هدفنا في التمارين، ان احنا نتصور قصة المشروع، اوكي، وريت لكم هالتمارين خليناها لكم، لكن هاي اهم التمارين، يعني التمارين هدفها هاي الشيء، ونحدد الممكنات السمات المتوفرة لبناء مشروع تجريبي بشكل كبير عشان نقدر نحقق نتيجة. شنو بتمرون في يفترض شلون العقلية تتعامل، هاي الأسئلة اللي تيحك العقلية، اوكي، وهذه في كتاب اسمه تفكير يستحق الحياه، كل يوم بعضكم اللي تفوزون نعطيهم هذا الكتاب. انتوا حصلتوا الكتاب ولا كتير؟ لا، احنا ناخذ المعرفه. اوكي، طيب، فالمهم في كتاب اسمه تفكير يستحق الحياه، وبعدها برنامج على الاذاعه اللي بيسمعنا اكثر من تقريبا 200 حلقه. الورشه الثانيه بناخذ. زين، فهو في اللي بيسمعه موجود نعطيكم اياه مجانا. فعموما اللي يهمنا احنا نبتيكم اسئله. شوف انت الحين شنو عايش؟ انت عايش 1+1=2. اوكي، عشان انا اسوي مثلا عياده دكتور ابراهيم لازم امر بهاي البروسس، اوكي، اذا هاي البروسس صعبت علي معناته ما اقدر، فبرجع اشتغل كشنو؟ كطبيب عادي، اوكي، وهذه ترى وايد تستفز الناس، اوكي، نفس الشيء، عشان انا اكون والله مثلا عالم في علم الاجتماع لازم اسوي كذا ولا اشتغل كباحث اجتماعي، هذا اللي تعلمنا عليه، اوكي، فلا، هاي الاسئله المنطقيه هي بتبتدي تهتز لما تصير عندك اعتبارات وقرايات. يعني شنو؟ عندنا مسارات، هاي المسارات هي اللي بتخليني شنو؟ اشوف انه لا والله في عناصر مهمه في حياتي. فهذه الاسئله اللي بتخليني اسال ليش انا امشي بهالطريق؟ ليش انا اكون هندسه طبيه وتم انا طول عمري هندسه طبيه واسوي مشاريع في المستشفى ما دام انا قادر اثر برا؟ اوكي، فابتدي اسال اسئله هي تختلف عن الاسئله المنطقيه. وهذا اللي بيخليني شنو؟ ابتدي افحص اجرب انا شنو اقدر اثر فيه. يعني ابتدي اخذ مشاريع حتى لو اسويها مجانا، اللي قدامكم كان يسوي ورش، اللي قلت لكم 800 دينار 1200 دينار في اليوم، كان يسوي ورش مجانا. اوكي، في المساجد في اي مكان يعطوني فرصه اتكلم اتمرن في الناس. اوكي؟ وفعلا مع الوقت شفت نفسي ان انا يعني اقدر احس بوايد مبلغ يعني لي قيمه في نفس الوقت اني انفع الناس. فهذه ما صار مره ثانيه الا لما بديت اشوف شنو انا احيش ان انا اقدر اثر بحياه الناس، بديت احس بالانسان لما يكون هو ما قادر يغير شيء، وشلون انا ممكن اساعده في عمليه التغيير. وهذه معناته اني انا ابتدي اسوي عده ترابط بين عده عناصر. والله محمد ترى انت ممكن تستفيد من الهندسه، ممكن تستفيد من الاداره، ممكن تستفيد من الاقتصاد ومن علم الاجتماع، تربطهم مع بعض وتطلع شيء برودكت جديد. وهذا اللي صار. فبالتالي احنا راح نقول من واين اقف؟ واين اذهب؟ هذه الاسئله، بعدين كيف سانتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي تبتدي عندي الاسئله الغير تقليديه. وانا يمكن اقول لكم شغله دائما اذكركم، اذا نسيتوا كل هالكلام بقوله في كلمتين، لازم نوتوت اكثر من هاو هاو. نوتوت اكثر من هاو هاو. تعرفون هاو هاو عرب كل هاو 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 اوكي هاو ما نبي نبي شنو هو شيء وات از ماي بيربس ان لايف شنو انا اليوم ليش انا موجوده مش كيف ساقوم بعمل شيء ما اوكي اليوم ما صار اليوم لمهاراتك لها قيمه اللي صار يشوفون الشخص هو شنو هدفه في الحياه اكثر من مهاراته خاصة هو شخص شنو قابل للتعلم، فما صار المهارة اليوم اني والله انا اعرف هالمهارة اعرف هالمهارة اعرف هالمهارة هي الاساس، فلاحظوا ان الوقت اهم من شنو؟ من الهاو، الهاو يجي في النهاية، والهاو هو عشان يعزز خياراتي، حتى مو عشان يكتشف خياراتي. هذه بيساعدني اني اكتشف مسارات افضل، ويساعدني مرة ثانية اني انا اصنع قرارات افضل. هذه يا ريت هاي الخارطة تحاولون تفهمونها أكثر وأنتم قاعد تطبقون إن شاء الله تسوون مشاريع. أوكي، فيها تفاصيل وايد طبعا عليها كتاب كامل، لكن على الأقل إن هي مختصر حق ليش أنا موجود، يعني الأسئلة اللي بتجيكم بعدين من ذا لماذا ليش أنا موجود؟ أوكي، من وأين آتي بخياراتي؟ كيف يمكن أن آتي بمساراتي؟
اوكي اوكي ما هي الخيارات الاكثر تحقيقا لهدفنا؟ راح تبتدي هاي الاسئله تجيكم مع الوقت عشان تحققون نتيجه. الثروات المطلوب استكشافها في مشروعك لما تبتدي مشروعك مثل ما قلنا لكم كل مشاريعنا هي مرتبطه بالاصول. واقتصاد احنا لا احنا اقتصاد بس الفرق ان الاقتصاد قاعد نخلي الاقتصاد المادي نحيده نقلل قيمته نضعفه اوكي ونخلي الاقتصادات الاخرى هي تطلع قبل. فشنو الاقتصادات الاخرى والاصول الاخرى اللي عندكم؟ احنا قلنا عليها الاصول المعرفيه او الضمنيه او الصريحه اوكي الاصول الطبيعيه العادات السلوكيات المجتمع اللي فيها الاصرار والمثابره الاصول الماليه الاصول الماديه الاخرى والاصول الاجتماعيه. لازم انتم تدرسون المشاريع اللي بتاخذونها عشان ترفعون العائد لازم تشتغلوا بهاي الاشياء لان هاي اللي بيساعدكم انه فعلا تطورون اي مشروع تبونه في الحياه. ولاحظوا ان هاي المشاريع مرتبطه بفعلا ان شنو؟ فيها تساؤلات وايد كانه واحد قاعد يسوق شنو؟ سفينه ويوجه واحد الناس قاعد توجه الى صوب شنو؟ البرج. بتي اسئله انا اسال نفسي انا يعني لازم عندي قياده حق نفسي من انا؟ ما اريد ان اكون؟ ما هي نقاط قوتي؟ ما هي البيئه المتقلبه اللي حواليني؟ وشلون استفيد منها؟ مو بدنا اخاف منها، مو بدنا ما اسوي، لا بالعكس انا فرصه لي ان يكون بيئه متقلبه عشان استفيد منها. وبعدين ما هي نقاط ضعفي؟ وما هي مشاكلي اللي تمنعني من تحقيق قيمتي؟ اوكي؟ فهذه مهم جدا عشان اقدر احقق نتيجه لان هذا اللي بيخليني شنو؟ احدد اكثر المؤشرات اللي بتحقق نجاحي واللي التاثير مالي مو نجاحي الشخصي، نجاحي على مستوى التاثير، لان في فرق قلت لكم احنا في اقتصاد الهام ما يهمنا ان تكونوا انتم ناجحين حق اشخاص احنا يهمنا ان تكونوا مؤثرين في المجتمع وايضا تكونوا ناجحين حق المجتمع ثم اشخاص. وهذه ما بيجي ياتي الا من خلال مره ثانيه شنو؟ انه انا عندي الثلاثه، عندي تفكير عندي تجريب عندي تعزيز تعلم. هاي الثلاثة ما بيصيرون بالصدفة، لذلك لازم تكون في منطقة احنا تعرفون ان عندنا منطقتين اوكي منطقة التأثير ومنطقة الاهتمام. منطقة الاهتمام هو الواتساب هو انشغالنا اليومي انه لازم نروح شغل هاي اهتمام يعني لازم اروح الشغل في الوقت الفلاني او اروح الكلاس في الوقت الفلاني هاي يسمونها منطقة الاهتمام. لكن منطقة التأثير انا ليش موجود؟ اوكي لماذا انا موجود يا مهدي؟ شنو هدفي في الحياه؟ هل اليوم انا مشيت خطوه من 2000 خطوه من مليون خطوه نحو هدفي ولا كان يومي ويست؟ هذه اللي انا اقيم وقتي. تعرف دكتوره ايش كثر اتنرفز اذا وقتي ضاع وحسيت ضاع وهو فعلا من نحو هدفي اتنرفز يعني نرفز شديده لان فعلا ما احب اني يعني يكون يعني خلاص العمر قصير والانسان يبي يترك اثر. فبالتالي عشان يكون عندي هاي الشيء لازم اخلي دماغي الداخلي مشغول بمساراتي. لماذا انا موجود اليوم؟ اوكي؟ وبعدين بعد تراكم الخبرات بعدها اسال نفسي مره ثانيه، ليش انا موجود اليوم؟ هذه الاسئله لازم تكون مره ثانيه موجوده في داخل العقليه مالتي بشكل كبير. وبعدين لازم يكون عندي الدماغ الاوسط يسال دائما يتساءل عن خياراتي الان. وانا قاعد اسوي المشاريع، شو الخيارات الجديده؟ والخيارات مثل ما قلت لكم مو هو شيء سهل. يمكن يكون الخيار تربلنس، يكون شنو؟ مشكله عوده، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه، ازمه سياسيه، وات ايفر، كل الازمات اللي ممكن نمر فيها في الحياه، ازمه اسريه، كل الازمات لازم تفتح لي شنو؟ هاي التساؤلات، كيف من ممكن استفيد من التحديات والفرص؟ وما هي انواعها اليوم؟ لاحظوا لو فدينا نفكر بهالطريقة راح يفتح لنا ان الدماغ الخارجي راح ما يكون مشغول بالواتساب وغيره من المسجات من اروح لازم اطالع المباراة قاعد بالساعات في رمضان اهد الصلاة ولا اهد مو اهد الصلاة بعد اهد القرآن ولا اهد عشان شيء اخر. لا ماذا يجب العمل عليه الان وخلال السنوات الخمس القادمة؟ هذه دائما هو التساؤل الكبير. وهل فعلا انا الحين مر علي شهرين من خطتها هل تقدمت خطوه واحده للامام ولا لا؟ اوكي؟ لان ما اضطر اقيم نفسي عقب 5 سنوات، خاصه في عمركم انا صحتكم مره ثانيه اقول لكم ابتدوا كل 3 شهور. اوكي؟ ابتدوا كل 3 شهور وبعدين ابتدوا كل 6 شهور بعدين خلوا كل سنه لما تتعلمون على التقييم الذاتي لانه مثل ما قلت لكم اصعب شيء.
الانسان انه يقيم شنو؟ يقيم نفسه. فهذا يمكن مختصر فيه. خلونا ناخذ التمرين ولما انت بتسوي التمرين نسوي بريك فيه، لان بتين اخذنا مين ابو تشيري مثل ما قلت لكم تتكلم ايضا، فبيكون عندكم مجال ان شاء الله. فبعدين نختم في الاخير وبعدين نعطي دكتور دنيا وسالم ايضا فيكم. فتمريننا حق المشي منو عندكم اياه؟ دزيت امس لكم انا. الحين انتم تشتغلون فريق واحد ولا فريقين؟ اوكي. ليش عندكم اثنين مشملو؟ ليش عندكم اثنين مشملو؟ دكتور ابراهيم طيب التمرين يقول التالي، هدف التمرين تمرين المشملو يهدف هذا التمرين لبناء روح الفريق والتعاون الانتقائي. شنو التعاون الانتقائي؟ ترى ما في كلمه طافت عليكم في الورشه ما تعرفونها. اوكي انا صرت كلماتي صعبه لكن احاول ان اوصلها لكم. دكتوره الحين ما بدينا التمرين، دكتوره دنيا خلي لما التمرين كل واحد يروح مع فريق. الحين احنا مهم جدا عندنا اول شيء ان نفهم ان احنا لازم نكون في هاي التمرين ما نشتغل بالكثره. It's not about الخبير حمان ولدي دائما كان يغلبني في السباحه يا محمد، فاقول له شلون يعني انت عنده وشل نصف ميل يعني ضعيف يفترض نصف الطرف لا، اقول له شلون تغلبني انت؟ شلون بسرعه؟ يوم هو صغير قال لي بابا it's not about how much you do it's about the way you do it. هو مو بالكثره اوكي، عشان تسوون اكبر بار يبي له واحد يفكر حتى لو معاه مهندس ساعات مع المهندسين بعد يضيعون لي درب ها يفكرون وايد شو بيصممونه. اوكي هو نتعامل مع ثلاث اشياء قالت لنا اياها الدكتوره في المشروع. شنو هو؟ التوفر افيلابيلتي اني لازم اخلص في وقت محدد، كواليتي اني لازم اسوي بطريقه صح انا ما يطيح لان مع الهواء مع هذا يطيح. اوكي وبعدين شنو؟ افيشنسي اني لازم اسوي بطريقه اقتصاديه. اوكي لان انتم اعطيكم شنو؟ محدد عدد كل شيء محدد، كل ما بتاخذ زياده تسحبها من رصيدك يصير خصم عليك. اوكي فالتمرين شو يقول؟ يقول بول ثينكينج مره ثانيه يعني انتقائيه في حياتي. هاي التمرين حق حياتكم، لذلك انا سويته عشان تتذكرونه. يمكن حكي وايد ما بتتذكرونه بس متاكد ان هاي التمرين بتتذكرونه، اني انا لازم اكون شنو؟ ما اشتغل بالكثره، اشتغل بالانتقائيه في الحياه. كل حياتي قراراتي نور ومهدي عباره عن شنو؟ انتقائيه. اوكي واحد قال لي روح يسار اكو مسوي اعلان يا ايمان على الوظائف الفلانيه حق طلبه علم الاجتماع زين؟ فانا شو اسوي؟ يفترض مو انه خلاص والله عبوا تعرف ناس ما في فلان هنا عندهم ترى بيشغلون هذول مال علم الاجتماع زين؟ هاي مو وصلت اعلان يتوظفون الصبيان يدورونهم مدواره بالتفاين بالتفاين يعني ما نراهن عليه يعني خلاص ما نراهن عليه الصبيان كذي زين اوكي طيب فالمهم الزبده انه لا هي نوت ابوت شنو هاو ماتش وي دو مثل ما قال الخبير حمان انت از ابوت ذا وي وي دو سلكشن لازم اكون سلكتف حتى في الواتساب لازم اكون سلكتف صح؟ حتى دكتوره ذاك اليوم ضبطت لي في الانستغرام ان انا عندي وايد ناس يعني اصدقائنا اي فولو قالت لي لا شوف محمد ما دام تقول عن بول ثينكينج طبق على الانستغرام بس سكرتهم كلهم لان لازم واحد فعلا يبي يشوف شيء ما تقدر تشوفهم كلهم وخاصه في وقتي انا فواحد لازم يكون انتقائي في كل شيء يسويه فبالتالي قلنا البول ثينكينج والذي سيتطلب العمل في مشروع مسارات قرارات خيرات فهو محاكاه حق طريقتكم في عمل المشروع وانا اتمنى ان تقولون لي ما تقولون لي ما بقيس من البرج شلون بالطوله وايد لكن انا اتمنى تقولون لي شيئين شلون تعلمتوا من بعض وشنو نقاط ضعفكم او شنو الاشياء اللي انتم لاحظتوها في ان لازم تطورونها في الفريق مش على الاشخاص ولكن على مستوى ايش الفريق معي سعد مريم اوكي فكل مجموعه ستقوم ببناء برج من اعوده المعكرونه سباجيتي اعطيناكم 22 قطعه وليوضع في اعلاها فقط حبه الحلاوه المشمش لازم فوقها بتكون شنو حبه الحلاوه الفريق الافضل هو الفريق الذي سيكون لديه اعلى برج مثبت عليه هذه القطعه من المشمش واضح؟
عندكم تصور ولا تبون صور؟ انا ما افضل عليكم صور. ما تبون صح؟ اراك ما عندك في الهواية فتحته انت التليفون. ما فتحته الحين؟ زين. اوكي. واضح؟ يلا نبتدي الان انا بعطيكم الحين 15 دقيقة وبعدين بعد نعطيكم بعد ان شاء الله 20 دقيقة. تفضل. بدا الوقت. 1 2 3 يلا. وين الصغار بعد؟ لا مسويها حقيقي كل بنوية والله مضمونة. بطول بالشلوشة هاي دي بعد. انتو جمهور؟ دشة؟ من المهندسة مرة ولا مريم؟ يقولها قيسي اول. قاعد افكر اسوي ان احط المارشميلو اللون شويه طالع على الاقل وان كان نسوي كونكت بينهم عشان يكون مثلث فوقي عقب نكمل مع الصغار نحطهم فوق ونعيد عشان بيس ستيكس بيس ستيكس ونكمل بس ما بيصير بينزل المارشميلو بالشلوشة احسن وين التندينه مالتكم؟ ما ادري التليفون سوي بيس اي بس هني لازم هني يكون في قاعده له هني عشان يوقف اللي فوق احنا بنسوي من دعم هم الشلاشه بتدعمين ولا تدعمين؟ ادعم ما ادري تدعم يعني دعمي ولا تدعمين؟ ان شاء الله. كم سفينه؟ اعطي رفاق مريم تعطيني جونز شوي؟ لا. بس عجبتني يا بالعومه شوي لو بالعومه شنو قلت؟ بالعومه اللي في الوسط ما هو شخص صح لازم مارشميلو عوده في النص زين نفس الحركة بس على أكثر أكثر نفس غريبة ستايل لا هاي وايد طويل عاد تدرون عاد بقول لكم شيء شنو بس خلاص ما نخلي واحد طويل ومارشميلو في الأخير أربعة بس أنا أعتقد بنطوف أزيد من كذي والتايم هو لا التايم ليمت دكتور ما أخذ التايم ما بيكون في ما في شيء خلينا نجرب يعني You can make it higher, بس حلو ايه الحين يا متأخرة it's recorded شيلوا يدكم يلا كشفوهم يلا فريق ولا فريق مريم خلاص خولي قومي يبا شوف الطريق يلا الكل يقعد ولا شيل يدك وقعدي كم هم وات 30 انش اوكي 30 انش خلني اكتب كرهك زين شيلوا يدكم شيلوا يدكم حتى لو بقى شيلوا يدكم شيلوا كلكم قاعدين الفرق قاعدة جنوب ها؟ 11 11 11 23 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
27 لازم ما يكون ميوجينا. لا خلاص هو ما يود ما يود. لا كانوا يودين. لا ميوجينا ميوجينا. لأن نفسه. شيلوا يدكم أجين. كيف إحنا على السماوات؟ خلاص. كم؟ 27 ها؟ فالفريق الفايز صفقوا له فريق نوران. وكان الفريق يعني بعد كان صامت. صفقوا حدا. هذي من العوجاج ولا من العوجاج؟ بدون تريقة. يعني هذي كان مصير أطول بس يلا. لا بعد تطلع الفريق بعد مصير. طيب جزاكم الله خير. الحين احنا بعدين ناخذ مثله بس عشان الوقت. دكتوره دنيا سعاده المخرجه بعدين ناخذ منكم. لا تنسوا الهدف من التمرين شنو؟ نقاط اللي تعلمناها تعلم ونقاط القوه اللي في الفريق عشان تبنون عليه ان شاء الله تشتغلون مع بعض في المشروع. سرني ان انا اقدم لكم واحده من بناتنا البحرينيات اللي ملهمات. تقييم جاسم بن محمد ابو حجي خبير جاسم ما يجاوب. فامينه اشتغل وياها ولا اشتغلت وياها المهم. وايضا في المدينه انت بعد صح؟ انت؟ اي فامينه بوشيري هي صاحبه مشروع جميل وايضا عندها يعني تجربه في الحياه. فبنخليها تقدم لكم تجربتها. للاسف ان هي مستعجله فبتقدم افضل ما عندها في الوقت اللي هي تشوفه انه مناسب. وبعدين اذا عندكم اسئله تتفضلوا. تفضلي يا امينه. السلام عليكم. اسمي امينه. مرحبا اول شيء. صفك حق امينه. بتكلم اول شيء باختصار عن فكره المشروع اللي قاعد اشتغل عليه. اسم المشروع تل معناته تيتش هل. هي منصه ابلكيشن خلي الطلبة يحصلون على مدرسة خصوصية. تبون مايك ولا بدون مايك؟ لا تبون مايك؟ لازم عشان ال. لازم مايك؟ اوكي. But you want the story from the beginning. ان شاء الله. ففكرة الابلكيشن احنا نجمع بين الطلبة والمدرسين الخصوصيين، بس نركز أكثر شيء إن المدرسين الخصوصيين نفسهم يكونون طلبة جامعيين متفوقين أو خريجين جامعة متفوقين. فهدفنا نحن نخلق فرص العمل ونشجع الشباب انهم يدشون في مجال التعليم. فالمدرسين الخصوصيين هم مو بس مدرسين في المدرسه لكن حتى شباب نفسهم ويمباور ذم عشان يكتشفون مرحله يكتشفون التعليم. بس دائما لما اتكلم عن المشروع لما اروح اي ايفنت او اي شيء لما اتكلم عن المشروع نفسه ما احب وايد اركز على المشروع بس احب اركز على الفتره اللي قبل المشروع. وايد ناس لما يتكلمون عن مشاريعهم يركزون يقولون احنا والله عندنا مثلا هالكثر طلبه او هالكثر مستخدمين بس اصعب مرحله هي ان حتى توصلون حق الفكره. وايد ناس عندهم طاقه يقولون انا ابي اسوي ابي اسوي ابلكيشن ابي اسوي موقع ابي اسوي شركه ابي اسوي بزنس بس اصعب شيء نحن نعرف شنو الفكره اللي نبي نشتغل عليها. وبالنسبه لي كان يمكن اكبر تشالنج. فانا اول ما تخرجت من المدرسه ما كنت اعرف ان انا احب التعليم واحب هالمجال. كان في بالي ان يعني احب ادرس خصوصي ادرس بنات خالاتي ادرس اللي يصيرون لي بس ما كان في بالي ان هاي مجال ممكن اني انا اطور منه واني ادخل فيه. فكنت طول عمري ضايعه. اي احد يقول لي ايش تبين تسوين؟ اقول ما ادري. اخس سؤالكم بالنسبه لي شنو يور فايف يور بلان هاي يقول لكم ايش بتسوون في الخمس سنين الجايه كانت بالنسبه لي اصعب سؤال في الحياه يعني ما كنت اعرف اجاوبه. فكنت بس اجرب يعني من تخرجت من المدرسه على طول انترنشيبس كلها بدون فلوس. يمكن اشتغلت في 6 شركات بدون اي مقابل. المقابل الوحيد كان بالنسبه لي اني انا اتعلم واتعلم مو بس من الخبره
اللي قاعده احصلها هناك كسكيلز، لا اتعلم اكتشف نفسي. فالسلف ديسكفري شيء وايد مهم، وانتم ما بتكتشفون نفسكم وما بتكتشفون المجال اللي انتم تحبونه الا اذا جربته. فكنت اقول اي حق اي opportunity that I get، يعني لو شنو كان في اي شركه في اي مكان كنت اشتغل فيه. فذكر اول ما تخرجت من المدرسه كنت ابغى اشتغل في شركه ومو بعرفه وين ابغى اشتغل. طلعت قائمه شركات في البحرين وطرشت لهم كلهم ايميلات، يمكن فوق ال 40 50 شركه ان انا ابغى اشتغل عندكم، يعني كتدريب بس. ما حد رد علي الا شركتي. شركه قالت لي اذا ما عندك ليسن ما بناخذك، وما كان عندي ليسن حدته. والشركه الثانيه اللي ردت علي كانت مكان مال مجلات يكتبون مقالات وكذي. فقلت بس وايد زين، وبس بديت اداوم عندهم. وعقبها ثلاث شهور دشيت الاعلام، تخرجت من المدرسه واشتغلت في الاعلام. وصار صدفه، يعني انا ما كنت مقرره ان انا بادرس بشتغل في الاعلام وبعدين بادرس في الاعلام، بس صارت صدفه ان الشيء اللي اشتغلت فيه بعدين درسته. ولما دشيت الجامعه شغلي ساعدني في دراستي. وتميت طول الاربع سنين في الجامعه كل صيف اشتغل في شركه مختلفه، وكانوا كلهم في مجال الاعلام لان هاي كان المجال اللي كنت ادرس فيه. اشتغلت في مجله، ما عجبني الشغل وايد مع اني كنت وايد احب اكتب. قلت ما علي بجرب شيء جديد. اشتغلت عقبها بسنه في شركه علاقات عامه. نفس الشيء قلت الشركه، يعني احس اني كنت وايد زينه في الشغل بس كنت قاعده احس انه انا بس قاعده اربح شركه، ما كان يجيني هالفلفلمنت انه انا ارد البيت احس اني انجزت وسويت وطلعت طاقتي. قلت ما عليه بروح شركه ثانيه، يمكن المشكله في الشركات. يعني كله قاعد احط ببالي انه المشكله في الشركات وفي الشغل. اشتغلت عقبها في شركه ثانيه مالت علاقات عامه وياني نفس الشعور بالضبط. قلت ما عليه بجرب مكان ثالث. حصلت تدريب في ام بي سي القناه، وقلت خلاص يعني انا الحين دشيت ام بي سي اكيد 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 هاي المكان اللي I will find my passion وبستانس. وفي ذيك الحزة كنت في الجامعة وكنت أشتغل أربع وظائف حزتها، فكنت وايد كنت وكنت من هلكة. يعني كان عندي إنستغرام بزنس، وكان كنت أشتغل في شركة العلاقات عامة، وفي نفس الوقت أشتغل في شركة مع جاسم في دبي. فكنت من هلكة، كنت يعني أشتغل في وايد أماكن، وكل تجربة كانت حلوة وكنت أتعلم منها. بس لما أرد البيت أقول شنو ماي بيربس، يعني للحين احس انه في شيء ناقص. وحتى في ام بي سي ياني هالشعور، فبديت احس انه لا خلاص المشكله الخلل فيني انا. يعني اذا ام بي سي شركه استابلش ما عجبتني مستحيل المشكله فيه ومشكله فيني. متى اكتشفت ان المشكله مو فيني؟ لما بين كل هالشركات اللي اشتغلت فيها من هالاربع الاماكن اللي كنت اشتغل فيهم كنت اني ادرس خصوصي في الجامعه. كان عندهم برنامج ان الطلبه يدرسون طلبه ثانيين، غرفه صغيره في الجامعه يعني يمكن بس هالمنطقه، ادخل ادرس طلبه. وكنت في هالحجره اكثر مكان مستانسه في، انسى الهموم، انسى الستريس، انسى الدوام، انسى كل شيء. يعني كنت اول ما ادش مني خلاص اي جيف ات، يعني تقدر تقول 120 يعني 120% اوف ماي افورت. وايد مستانسه. ولما تجربون هالشعور ان انتم تسوون شيء وايد تحبونه وايد صعب تسوون اي شيء ثاني. رديت البحرين وكان في بالي ان انا خلاص يعني في المستقبل، انا اكتشفت ان انا احب التعليم، مستقبلا بصير دكتوره في الجامعه. خليني اشتغل الحين بعد 15 سنه في شيء انا ما احبه، خليني اشتغل 15 سنه زياده اكسب خبره وبعدين اصير دكتوره في الجامعه عشان اتكلم عن خبرتي. اشتغلت حق سنه واحده زياده في مجال الريسيرش، وخلال هالسنه قلت حق مديري ان انا ابي اسوي بحوث بس عن مجال التعليم، حطي العلاقه باي شيء العلاقه بالتعليم عشان اتوسع في المجال هذا. وكل ما كنت اسوي بروجكت على بروجكت على بروجكت عن التعليم كنت استانس، يعني اتخرع تشوفوني في الدوام اشتغل واروح اتمشى واقول حق الاوادم يسوون هاللون في سنغافوره ويسوون هاللون في فنلند. وكنت وايد متخرعه، يعني كنت وانا اسوي الريسيرش وايد حابه الشيء، وارجع البيت وارد اقرا زياده واقرا زياده. بس حاطه في بالي انه شنو يعني مجال التعليم، يعني بس ادرس في المدرسه، يعني ما كنت حاطه في بالي انه هو مجال اوسع من كذي. ف وصلت مرحله شوي ايست، يعني انا شنو اذا انا اعرف شنو انا احب ليش ما قاعده اتبع هالطريق، ليش ما قاعده ادش في هالمسار. سويت ريسيرش سريع اون لاين، اكتشفت انه
في شهادات لمدة شهر تقريباً، شهادات تدريس، شهادات تعليم، فأنا مو لازم أهد شغلتي وأدش مجال جديد كامل يخرع، يعني خطوة وايد تخرع أن أنتم تفدون كل شيء قاعدين تسوونه وكل شيء تعلمتوه. يعني حسيت أن 4 سنين ضيعتها اشتغلت في الإعلام، يعني وايد تعلمت منها، فقررت أن خلاص يعني باخذ شهر إجازة بدون مو مدفوعة يعني، وبادش مجال التعليم بجربه. أحلى تجربة خضتها في حياتي، وايد 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 كانت حلوة التجربة، يعني ما أقدر أوصف لكم الشعور. كان خذيت برنامج في اليونان، برنامج تعليمي، يعني أي واحد يبي يصير مدرس يروح منك يدرس، وعبارة عن أنكم تدرسون مو ياهال، تدرسون ناس كبار في السن، تدرسون ناس متقاعدين، لأن في اليونان كان عندهم أزمة اقتصادية، فوايد يعني كان عندهم وايد ريفوجيز بعد. فاللي صار ان كنا ندرس ناس اللي مثلا الانجليزيه عندهم وايد ضعيفه فمو محصلين شغل، فكنا ندرسهم ببلاش. كنا ندرس الناس اللي متقاعدين واللي يحصلون يعني من التقاعد وايد قليل فما قادرين انهم يسوون شيء في حياتهم. كنا ندرس الناس الهوملس اللي يقعدون في الشوارع ما عندهم بيوت. كنا ندرس الناس اللي كانوا يعني يسوون مخدرات، يعني كانوا رايحين ريهاب وطلعوا من ريهاب ويبون يعيدون يعني يدوا جديد فيدي يبون يتعلمون لغة جديدة. فالتجربة ذي وايد علمتني أشياء، يعني وايد اكتشفت كثر حلو مجال التعليم وأنه هو مجال أكبر مما إحنا نتخيله. رديت البحرين، جاتني فكرة التطبيق مال التدريس الخصوصي، وكنت أبي كل شاب وشابة متفوق يبي يجرب مجال التعليم تجيه الفرصة أنه يقدر يدرس ويقدر يعني مدارسنا تكون متروسة بمدرسين يحبون يدرسون يكون هاي شغفها. وبس أول ما رديت البحرين بديت أشتغل على الموضوع، ما هديت دوامي، وأنا في الدوام كنت أشتغل من 8:30 يمكن لي تقريبا 6:30 7:30 دوام لكان، أرد البيت أرد أشتغل على المشروع، وتميت على هالحال حق تقريبا 3 شهور. وبس يعني عقب 3 شهور طورت وايد من الفكرة وبديت أشتغل عليها، وبديت أقدم الفكرة حق عدة جهات لما حصلتني مستثمر. مستثمر يستثمر في الفكرة وقدرت اني اهد شغلي وبس يعني اتم على المشروع فول تايم. فالحين هديت دوامي قدمت استقالتي واسوي المشروع كامل فول تايم. فالفكرة مو والله شنو مشروعك وشنو البزنس بلان وشو بديت المشروع، مو هالفكرة، الفكرة شلون انتم توصلون حق المشروع اللي انتم تبونه. دائما يقولون ان فكرة مشروع ممكن تجي من شيئين، from a pain or a passion. شيء انت مثلا في حياتك تعبانين فيه، مثلا عندكم مشكلة تبون تحلونها، وتعرفون ان في وايد ناس يواجهون هالمشكلة، يعني مثلا طلبات، ممكن يكون صاحب طلبات كان يواجه مشكلة انه هو يطلب اكل، يتصل واحد بدون طماط بدون هاي بدون خس، يتبلل وهو يطلب، فيفكر في حل حق هالمشكلة. فهاي في طريقة واحدة الناس يحصلون على فكرة المشروع، وفي المجموعة الثانية يحصلون فكرة حق المشروع من الباشن، من الشيء اللي أنتوا تحبونه وتبون تنشرونه بين المجتمع. فالفكرة إن always explore، ما في أحد ينولد يعرف هو شنو يبي، ما في أحد ينولد يعرف شنو هو الباشن وشنو دربه وشنو طريقه. الواحد لازم يجرب، لازم ما يخاف، وصدقنا في كل شيء في رزق، بس حق كل رزق بتسوونه فكرة What's the worst that could happen؟ يعني شنو أخشي ممكن يصير؟ أخشي. فبس يعني إن شاء الله يعني هالشيء يكون دافع لكم إن أنتوا تجربوا. إذا أنتوا مثلاً خلينا نقول واحد مو محصل وظيفة مثلاً، ما اللي يسوي تدريب حتى لو هو مدفوع، بس على الأقل أحسن من قاعدة البيت. إذا أنتوا مثلاً تبون تسوون عمل حر، وأنتوا في دوامكم سووا عمل حر، حتى إذا أول 10 عملاء بتعطونهم الشيء السيرفس ببلاش بدون ما تدفعونهم، بس عشان أنتوا تجربون في نفس الوقت. فدائماً يعني دائماً المشاكل إحنا نستصعبها أو نكبرها، بس ساعات الحل أبسط من كذي، ودائماً حطوا بالكم ما في شيء بيضركم إذا أنتوا جربتوا. وبس بس. سوري يمكن وقت كنت اتحكى بسرعه. اسئله حكينا، فرصه لكم واحده مثلكم يعني في عمركم وخذت شيء وايد صعب، لان يعني مثلا انا اتذكر جاسم ما كان يبون يفرطون فيها، لكن لا خلاص انا يعني
عندي هدف وماشيت له يعني this is very impressive صراحة. يعني الإنسان لما يكون هو في مكان لمنطقة الراحة ويختار لمنطقة الخوف اللي قلنا عليها صح ولا لا؟ لكن لازم يمر فيها عشان يقدر يشوف هدفه بشكل واضح. ما في أسئلة؟ أوكي. وفكرة الأب فكرة جميلة، وأنا أتوقع أن حتى لو أنتوا انتراكتوا لها خاصة مثلا علم اجتماع تحبون درسون هاي فرصة نورة ممكن حق ما أدري حق الأعمار اللي تركزين عليها ما أدري إذا عندها ولا لا، مثلا بعضهم يدرسون في روات فمايت إكسباند يعني عندك روضات؟ في حق كل المراحل من أول ابتداء من الروضة للجامعة وحق كل المواد بعد ومدارس خاصة ومدارس حكومية. بكتب لكم اسم الأب والإنستغرام تقدرون تدخلون عليه، وإذا عندكم أي أسئلة ثانية تواصلوا معنا وإن شاء الله بنساعدكم. في شيء ثاني جميلة؟ أوكي. أنا اللي أقوله يعني أنا وايد وايد معجبة في قصة زوج وايد، يعني يمكن أقول أنا في حياتي وايد ضيعت فرص، يعني كان زين كان عندي هاي وايد ضيعت فرص الوضوح اللي موجود عندك، يمكن هاي فرصة لكم أنتم كشقات لأن المسار كان واضح من البداية شنو الشغف اللي هي تبي التعليم، لو ما تر شنو الشانسز الوظائف اسم مثل ام بي سي اسم كذي الواحد يلمع تلمع عيونه انه يشتغل فيه. متاكده شغلتك في الامارات وذيله كان بعد بمبالغ وقدرها، ادري العلاقات العامه تدخل وايد فلوس مو مثل اي وظيفه بدشونها في تخصصات مثل علم اجتماع وغيرها، ودائما الواحد ينظر ان الوظائف التعليميه هي الاقل راتبا، يعني دائما مالي العلاقات العامه هم اللي يحصلون هدايا يحصلون ورود يحصلون عزايم يحصلون بريفليج لها اول مالها اخر، والمدرسين في مجتمعاتنا هم المنسيين، فنادرا احنا نشوف الناس تشرد من ذي الشيء تروح حق العلاقات عامة. لكن لان الواحد ما هي علاقات عامة والبيت جوب يعني ترى وانا اقول لك شهادة انجازة حتى الان nobody could fill her position that much out. ومتأكدة no one can fill your position لان اللي يحب شيء حتى لما يسوي اشياء ثانية يبدع فيها، وابداعه بشيء الرئيسي حتى لما يروح فترات في اشياء ثانية بيستخدم شغف الأولين. لأنا تحب التعليم فأنا متأكدة في العلاقات العامة استخدمت مهارات التعليمية، يعني التيم اللي كان يشتغل معاش كان أكيد تيم علمتي وايد، فهاي هني خلوا دائما المسار يكون عندكم وايد واضح. احنا بطب ورش مالتنا مساراتنا خياراتنا قراراتنا. طيب ما في سؤال خلاص؟ أميرة تفضل. ورشة اليوم دكتور انت قد نازل عنها المواد وايد لاحظت هي وهي طول ما هي قاعدة تشتغل هي قاعدة تسأل نفسها قاعدة تسأل شنو انا شنو ابي اصير شنو الشيء اللي هو يجذبني له شنو شغفي في الدنيا، فهذه الاشياء اللي خلاها تستكشف نفسها على اساس انها توصل حق اللي وصلت اليوم. فانت دائما حاولوا تسألون نفسكم شنو انا ممكن اقدم شنو ممكن شنو الشيء اللي يحببني اقدر اسويه من غير ما انا أتمنى المثل بس لكم الغرفة الصغيرة كانت أحلى مكان بالنسبة لها، فهذه الشغلة اكتشفتها مثل ما أنها كانت على طول أتوقع على طول كنت تسألين الوقت صح؟ حتى كنت تقول نفسك قبل تقعد تقعدين كنت على طول في أسئلة، فهذا الشيء وايد وايد يسرع من عملية أن أنتم تكتشفون نفسكم وتشوفون شنو اللي أنتم أكثر شيء يجذبكم. أتوقع محمد بن شمس عنده نفس طبعا الأفكار، فحلو أنك تلاقيه معاه أفكار متقدمة وايد هالموضوع. بس شيء واحد وظيفة هذه ما يمنع أن الواحد يشتغل، يعني في النهاية الواحد يحتاج يعيش ويحتاج تكون عنده مصدر دخل، ففي النهاية إذا حصلت وظيفة في مجال يمكن مو المجال اللي وايد تحبونه بس تقدرون تحطون في طاقتكم هاي ما يمنع من هالشيء، يعني الواحد هاي مو معناته هدوا وظايفكم وسووا شيء تحبونه، يعني في النهاية الواحد يحتاج يعيش فهو ما يمنع، بس بنفس الوقت حلو ان الواحد يكتشف نفسه ويسوي اشياء بعد اون ذا سايد، لا تعتمدون على شيء واحد بس تموت تكتشفون وتدورون، بس ما فيها شيء بعد ان الواحد يشتغل في وظيفه حتى اذا هو ما كان يعني النمبر 1 باشن بعد ما فيها لا غلط ولا عيب ولا شيء بالعكس، بس اهم شيء ان كل واحد يعني لما تدشون مكان تحاولون تتعلمون منه كثر ما تقدرون وتحطون فيه 120% effort عشان تكونوا انتم بعد تعطون المكان حقه. يعني انا اتوقع بس تعليق نهائي على اللي قالته لنا امينه، الكلام اللي قلت لكم اياه من ساعه تذكروا هالكلام اللي يكون وايد صعب علينا
ان احنا اذا ما حاولنا عده مرات في مشاريع ان السيطره على منطقه اهتماماتنا تكون شنو الاكبر وتخلي منطقه التاثير مالتنا هي الاهم. وهذا اللي هو يعني سويته الاهتمامات شنو؟ انا احصل سياره، احصل بريفليجز في العمل، احصل الحين كلها هاي تخلت عنها. اوكي؟ اول باي جوب، جارانتي جوب، كلها منطقه اهتمامات. منطقه التاثير الحقيقي وانا بقول لكم هاي بيني وبينكم الايام. عقب 5 سنوات بتشوفون امينه شي ويل دو سمثينج ايلس. ميبي شي ويل ان شاء الله هير بزنس بي سكسسفول اند شي ويل سيل ات اور هي بتم عليه وبتسوي شيء ثاني تطلع منه. لكن اقول لكم حدها هاي البنيه 5 سنوات بتشوفون تكتب عنها الجرايد انها سوت شيء اكبر من هذا. اوكي؟ فنصفق لها ان شاء الله واتمنى لها التوفيق. سعاده رئيسه الجمعيه تبي تقدم لك توكن اوف ابريشيشن عندنا. واحد مع المعلومات اللي احنا بنتكلم عنها فعلا في الصفات اللي قاموا ان شاء الله اتمنى ان اليوم ضلبتني كل واحد اعاده تفكير في حسابات حياته. انا صور هنا حركات ملعبيه كان كمبيوتر يعني ما عجبه هذا الكلام الخلفيه ما حدا اي اتكلم لنا. اتوقع الناس وايد عندهم انترست بما فيهم انا. اوكي انا بعد احب ادرس اذا تعطيني وين صفقة ثانية حق أمين. اوكي جماعة دكتورة ان شاء الله بتعرض علينا الان عن المشروع او تكمل معاها تكمل معاكم استمارة في وقت. شاب علي انا بخلص باب. يلا مع السلامة. اوكي قدوا ولعبوا مشروع خلصنا اللعب في المشملو وبعد الناس استمتعوا بعيد كلب باقي المشملو في مجموعات خلصوها. هاي المجموعة الوحيدة اللي ما كلت ولا حبة. ايه هاي لين علي سلمان ما صدقوا البنات هذي هم ياكلون البرج كله في بطنها. انزين المهم فخلصنا وقت اللعب الحين ردينا على المشاريع. تذكرون الاستمارة تكلمنا عن أكثر من مشروع وبسولف لكم اليوم على مثل ثالث. يمكن أول يوم سولفنا عن المرحمة، ثاني يوم سولفت لكم عن شنو غزل الصوف وبعطيكم بعد مثال. بس أنا حين قبل أن نبتدي في مثالنا الثالث اشتغلتوا على مشاريعكم الاستمارة قدرتوا تربطون بين ذي المشروع وبين الاستمارة الأولية اللي سويتوها؟ كان سهل بالنسبة لكم؟ ألو؟ ما انقطع الخط. في رسالة؟ انزين، أوكي. قدرتوا تربطينه يا ولاء ومجموعتك يا صفاء وخولة بالأولي؟ شلون ربطتوا؟ إن كانت في يعني في مسارات متشابهة نوعا ما يعني يمكن لأن إحنا كنا في نفس التخصص أو معظمنا بس الحين في أكثر من فكرة يعني كل واحد طرح مشروع غير فهنا قاعدين نشوف وش أقرب إلى المسار. تعرفين المحقان ولا يعني شنو المحقان؟ يعني شنو؟ مرموضات تعلمت المحقان إيش معنى؟ في الورشة. محمد تعرف شنو محقان؟ محمد محقان؟ مروة تعرفين شنو محقان؟ محقان اللي هو الشكل المخروطي باللغة الفصحى. انزين حسيتوا وانتم تسوونه قاعدين تحطونه في محقان؟ في القمع؟ انكم تفلترونه. زين الحين مجموعة إيمان إيش كثر كان سهل عليكم إنكم تجيبون كل اللي سويتوه في الأولي وتصبونه في ذي الاستمارة أنتم جدولكم فاضي. بس على جانب
افتراضي اضافي جانب ثقافي، فاسم المشروع له محدد لا، بس الفكره الرئيسيه هي اللي احنا نغير فكر ثقافي بالاضافه الى استقرار اقتصادي لا. أنا لبي أقول إحنا نيجي للتمرين، حسيت إنكم تبون تردون تغيرون في التمرين الأولي؟ لا. ما كان واضح بالنسبة لكم، واللي سويته في التمرين الأولي هو اللي صبيته هنا. النتيجة. الكتاب نفسه هو نتيجة التمرين. هو ذي. مجموعتكم هنا. محمد. فكرنا ان احنا نوحد مشروعنا، لان في النهايه كلنا فكرنا في خدمه مجتمعيه، يعني سوشيال فور بروفيت، فقلنا نركز على واحده من المشاريع احسن من نتشتت. ففي احتمال يطلع من هنا مشروعين، مشروع فردي مني انا مثلا، ومشروع جماعي باقي الجماعه ياخذونه، يمكن ارجع معاهم بعد ما ادري. بس احنا فكل فكرتنا كانت يعني خدمة المجتمع، كلنا نبي كلنا كل مشاريعنا فكرتها خدمة المجتمع، بس بنشتغل على بعضنا. سنس التمرين الأولي؟ yes. اي نعم من البداية. كان في وضوح كان في وضوح وطهر مش نبي ومشينا على أساس. شيء بضيفونه مجموعة مريم وعلي؟ أنتوا لأن عددكم عود وكنتوا مجموعتين وصرتوا مجموعة، أتوقع محضنكم كان بعد أصعب. إنزين، وشلون كان التوافق بين التمرين الأولي والتمارين كلها وآخر تمرين؟ ما نشارك في البداية يعني كنا انتهاش، كل واحد يبغى شيء، ومجموعة أنا وعلي في وايد تخصصات، فما بعد التوافق على فكرة معينة، يعني لما نشوفها عرضني صهيب ولا عرضني سلمان، بس فكرة يعني انتظارنا والبرج يشهد، يعني كلنا عرفنا شو التكنيك اللي بنوصلها لبعض، واتوقع ان حتى المشروع وصلنا لمرحله كلنا حابينه وكل واحد يكون شيء فيه عشان يكتمل بصوره اللي صارت. اوكي الحين جاهزين في المجموعه تعرف تحكي شويه عن مشروعها؟ وبعدين بتحكوا من قبل لا نمشي، لان اليوم اخر يوم في هاي المرحله، بعدين 16 يوم تقولون مده اسبوعين ممكن يعني. اهم شيء الاستمرار حولت عليه يعني. شنو اصعب جزء كان في الاستماره بالنسبه لكم؟ اللي خلاكم توقفون؟ الاستماره في شيء صعب؟ اصعب جزء انا حطيت اضيف موضوع الاستماره، الاستماره وايد ممتازه حق الناس اللي بعد نحن ما عندهم شيء يبغون يسوون. صراحه يعني احنا اغلبنا هنا كان عنده توجه واضح من البداية، نعم كان في شمولية بس بسرعة قدر يلاقي فكرته لأن عنده نوع من الباشن حتى في التوجه ماله. وإحنا عشان كذي قلنا كل واحد يمشي من ورا الباشن ماله، بس المشاريع يعني كلها ضعيفة لأن بعضها ما يحاول بشكل سهل يعني، لكن لو قدرنا نجمعها في مشروع واحد بيكون أفضل. فإحنا لا الاستمارة جدا فعالة يعني في التدرج. وفي ما قلت يعني الفكرة دكتور انه ممكن يكون يا جماعه مريم قد يكون ما يكون مشروع واحد، مجموعه مشاريع تؤدي الى نفس القيمه. اوكي يعني قاعد يقول لي ابراهيم يعني علمنا شيء ابراهيم، قد تكون مجموعه مشاريع قد يكون مشروع واحد كبير اذا انتم متفقين عليه، اذا انتم تشوفون نفسكم لا بس المسار واحد واحد، يعني احنا مثلا احنا عززنا قيمه كذا وكذا، عززنا قيمه كذا وكذا، هذه خلي يكون عدة مشاريع صغيرة ما يكون مشروع واحد. طيب ما دام في وعد خلينا نعرض عليهم بعض المشاريع ما تبقي. يلا. جاهز.
إنزين الحين أنا بقول لكم مثال ثالث من المشاريع اللي احنا سويناها. بس انا قبل في شيء عن مرحمه ما قلت بعيده لكم. مشروع مرحمه يوم رحنا البوسطن، احنا يوم رحنا البوسطن كنا رايحين شهر 4 زياره استكشافيه، رحنا شهر 7 كنا رايحين مع جامعه، ابتدينا مع شباب، كنا مقررين على 5 مشاريع بناء على قياسات واشياء سويناها. مشروع مرحمه ما كانت من المشاريع الرئيسيه اللي كنا حاطينها في الحسبان مع الجامعه مع الشباب. كان عقب ما كنا شهر في البوسنة، يوم السبت احنا طالعين واحنا في الشارع ومعنا الثنتين من الطالبات حق مشروع من المشاريع اللي احنا معولين عليهم ونشتغل عليهم، شفنا مجموعة ناس قاعدين ياخذون، قلنا لهم شنو ذي؟ قالوا لنا جمعية، قلنا بنزورها. ويوم دشينا وزرناها ذي الجمعية اشتغلنا معاها، يعني هي ترى كانت مرحمة، كان الشغل اللي نتسلى فيه وحاطين ثقلنا في الخمس مشاريع اللي مسويينها مع الطلبة ومع الجامعة ومسويين لها بروسس ومسخرين حياتنا فيها. المشروع اللي استجابه هو ذي المشروع اللي احنا ما كنا متوقعين، اللي ما عندنا واسطة فيه، ما نعرف احد فيه. الجمعية الثانية مثلا رحنا لها، لا رايح لهم من قبل وعارفين الرئيسة والجامعة مواصلينهم علينا والدكاترة، يعني مو دايما الست اب اللي احنا متوقعها والواسطة غير هو المكان اللي أنا بستدير فيه. فبس عشان خلت من الدروس المتعلمة من ملاحظاتنا اللي رايح البوسنة، بوسنة خلصت من حرب كانوا يشوفونها بالعين إلى حرب أخرى بحسب ما إحنا نفسرها. كل مكان تروحون فيه في البوسنة تشوفون فيه وايد محلات القمار، طبعا القمار بدرجاته المختلفة رغم أن هي دولة مسلمة يعني، لكن عندهم البتينج شوب اللي هي المراهنة اللي مثل ما تعرفون في سباقات الخيل، سباقات الكره على اللاعبين، يعني مو القمار. ونشوف العاصمة اللي ما يرتقي وتشوف المحلات الكازينوهات، لكن تبتدي بالمحلات الأصغر. ذي الخريطة على جوجل ماب لو تدخلونها، اللون الأخضر هو المدارس، الأحمر هو شنو؟ محلات القمار. ما لا يقل هاي محلات القمار الرسمية في الخريطة، غير البيوت والبرادات المرخصة ما حاطينها. حوالين كل مدرسة ما لا يقل عن 5 محلات بتينج شوبس. زين، فهاي الطالب متعود وقت من ابتدائي ثالث ابتدائي من اعدادي يطلع وهو رايح كذي في طريقه يتسلم مثل ما احنا ندش البرادة ويدش المحل المراهن القمار. كنا نروح البرادات دائما مدخلها في محلات بتينج شوب، هي مرة وعندها حامل وعندها ياهل على بوش شير مال بوسنه وياها في بتينج شوب. من يوم هو ياهل متعود يلعب في الكروت مالت البتينج والمراهن اللي هو يكون موجود فيه. طبعا الطرق التقليديه سالناهم، زين ترى هاي نوع من انواع المافيا، هاي قاعد ياخذ كل فلوس الطلبه اللي موجودين، هاي قاعد ياخذ ثروات، هاي كلها مو المحلات اصحابها مو بوسنيين، كلها يعني موجوده في الخارج. شنو سويتوا لها؟ كل واحد قال ايه احنا حاولنا نلاقي النائب الفلاني عشان يعدل القانون الفلاني، المحافظ الفلاني في المنطقه الفلانيه. اقصى شيء سووه ان احنا بنطلع قرار ان يبعد 50 متر ابعد من المدرسه، يعني كلها يبون حلول بموارد والنتيجه من برا، لكن كلها حلول ما صارت او ما غيرت، لان حتى في المناطق اللي يبعدون كم متر في النهايه هي على طريقهم. احنا قلنا بتفكير اقتصادي الهام ان احنا شلون نقدر نغير ذي المشروع. طبعا احنا ناس صغار لا نعرف اللغه، ما نتصرع احنا نتكلم بدون موارد او باقل الموارد، ما نغير في قوانين، احنا نغير في المايند سيت، لانه ممكن ان يكون عندي افضل قانون لكن ما يغير في وايد مجتمعات، وعندنا امثله وايد اذا انا كانت القناعه الداخليه هي موجوده. احنا قلنا على موضوع النمذجه بنشتغل مع مدرسه واحده بس. ايش بنسوي في ذي المدرسه؟ في ذي المدرسه بنحاول نسوي برامج للشباب اللي موجودين في المدرسه. يعني اكل صغير شنو شغلناهم؟ بالكره، سوينا برامج مثل ما تكلمت امينه على دروس
جماعية خصوصية، ستادي جروبس تصير في المدرسة، إنه يدخلون معهم مجتمعات مجتمع مدني، إنه يروحون يشتغلون في أماكن ثانية يساعدونهم مثل اللي راحوا مرحلة يساعدونهم في دراسة الحالة، بس في الغالب إنهم يشتغلون شغل يكونون موجودين في المدرسة لأطول فترة ممكنة. عشان باي ذا تايم يطلعون ما يكون عندهم وقت ان هم يمرون على محلات القمار. فاحنا كان المشروع مع مدير المدرسه والمدرسه اني اخلي طلاب المدرسه ما يروحون محل المراهن، مو اني انا اسرق المحل، لان انا ما في ما بقدر اسرق محل. انا اقول لك حوالي كل مدرسه خمسه بتهاوش مع واحد بيطلع لي الثاني، بس الثاني بيطلع لي ثالث، وانا ما بقدر. لكن اللي اقدر اني اسوي برامج حق طلابي الموجودين داخل المدرسة بحيث ان انا ما يروحون البيت اللي هم يهودين، خلاص يرجع ما يبي يروح القمار ليه ما يصير خلاص الديفولت ماله الشغل في العمل التطوعي. طبعا دي لان احنا كان عندنا مشروع ثاني شغالين عليه اللي هو تشجيع الطلبة على العمل التطوعي، لانه وايد يأثر على الشباب وانتمائهم وولائهم ويقلل عملية الهجرة. فاحيانا بدي اقول لكم في قصة القمار دي احنا كان عندنا خمسة مشاريع كنا نطق فيه أكثر من مشروع، إني أنا أبي أزيد انتمائهم، إني أنا أبغى أشغل الشباب في العمل التطوعي، إني جبت أمثلة إني أنا حق جمعيات المستعدة لكم شباب، والأهم كان إني أريد البروجكت إني أنا أقلل من إنهم طلبة يروحون القمار. الحين ذي مشروع اقتصادي، اجتماعي، ريادي، استثماري، شو تصنفونه؟ اجتماعي بعد. اقتصادي بعد، يعني هو بعد ترى أمني، الأمن الاجتماعي هو بعد من الأشياء الرئيسية، يعني هاي كله هني اللي يسوي لهم برين واش. يعني كان عندنا وايد طلبة يقول لك احنا نوصل مرحلة ان بزور يمنع مثلا يشتري كاميرا، بس من كثر ما يدهم تاكلهم على المراهل لما يكبرون في مرحلة الثانوية وذيلا، لان يبتدون يرهنون على أشياء أغلى، يبيعون كاميراتهم، يبيعون تليفوناتهم، يكون شاري تذكرة القطار الويكند بيرجع حق أهله، يعني اللي يروحون المدن يبيع تذكرة القطار عشان يدش المراهن، من كثر ما خلاص بيتحول إلى نوع من أنواع الإدمان. فهي وايد مشاكل متداخلة ويا بعض بعض، وهي نوع من أنواع الاستعمار اللي هما فاتحينها فيها. أتمنى مع المثال الثالث الحين صار أوضح لكم إن شان طريقة التفكير، شان بدون موارد، شان إن إحنا نغير بصور مختلفة لأنشطة مختلفة. طبعاً كان ممكن من ذي المشروع المدرسة بعد تسوي، إحنا ما اشتغلنا عليه، كان ممكن تسوي عائد، لأن هاي الدروس اللي تسويها العصر أو المدرب الرياضة اللي هي العصر، أو كانوا يسوون لهم ورشة مساراتنا وخياراتنا يفضل منهم مبالغ فيه، بعد يدر عليهم يعني مبالغ إن هي تكون فيها. دكتور ثبت علق. دائما جماعه المشروع الملهم لما تقيمون، يعني تشوفون انتم تقيمون نفسكم ان شاء الله تعلمون شو المعنى مشروع ملهم، انه هو دائما يلهم انه يفتح مشاريع ثانيه. يعني هالمشروع احنا ما كنا نعرف انه بيودي لنا مشروع اهم اللي هو مشروع الاكتفاء الذاتي اللي الحين يبناه البحرين، يعني عرضناه على وزاره التنميه ان شاء الله يوافقون عليه. عموما اللي هو احنا انتبهنا له من وين؟ من سلوفينيا. سلوفينيا كانت نسبة الاكتفاء الذاتي عندهم في ايام الشيوعية تصل الى 70%، يعني البيت هو يسوي مما ياكل، يلبس مما شنو يعني يزرع ويصنع، اوكي؟ فكانت 70% ايام الاشتراكية بالذات في سلوفينيا. ولما رجعوا وصاروا رأسماليين قلت نسبة الاكتفاء الذاتي الى اقل من 10%. فالحكومه سوت برنامج بالاتفاق مع احد من زميلاتنا اللي ويانا في مؤسسه اقتصاد الالهام، اللي هو عباره اعاده الاكتفاء الذاتي بدءا من المدارس. فشو يسوون؟ المدارس تزرع وتعتمد على نفسها بكثير من الموارد. 70% تبون يرجعون 70%، فهم وصلوا الى 30%. اتذكر قبل ثلاث سنوات وصلوا الى 30%، رجعوا من 10% الى 30%. نفس الفكرة احنا يبناها الى بسبب مشروع مكافحة المخدرات، لان كان الهدف ومكافحة البتنج، الهدف هو ان تقليل الناس انه ما يكونوا في الشارع، لان ذي بعضهم يصلون الى درج ديلرز. خاصة يمكن الدكتورة ما حطت مال بيهاج، حطت مال سريفو. سريفو طبعا اخطر. سريفو مو بس مشكلته
مشكلة إذا تلاحظون البتنج اللي هو الأحمر دي اللي حوالين المدارس القبر، مشكلتها إن هذول يتحولون إلى دراج ديلرز، فما يصيدونه الشرطة بسهولة. يعني يكون يا هاي هو اللي وصل الدراج، أوكي؟ وخاصة اللي يروح اللي راح منكم سراييفو، سوق سراييفو القديم، هذه أخطر منطقة فيها بوب ومخدرات، هاي أسهل مكان تتشلون فيه ياخذون فلوسكم، وأيضا توزيع مخدرات يعني بشكل غير طبيعي. فلذلك كانت الفكرة إن بدينا من سراييفو أكثر من بهاجمة. يمكن هاي تعليق سريع. طيب أنا خلوني أكمل على البرزنتيشن مالي أساس، بعدين بعد إذا صار وقت ندخل معاكم في أمثلة أكثر من المشاريع. لكن مثل ما قال الدكتور يعني دخلنا في الأشياء اللي ما يحبونها. البوسنة لاعبين رياضيين، فهم صاروا إيش مهتمين في موضوع ال. ممكن بعدين تضغطينا عشان إيش أنا أروح إلى نقطة الأهم. إذا عندنا وقت مش كذا باقي وقت قبل الاستراحة. زين خليني أغطي بس هذه الآخر شيء أختم، وبعدين نعطيهم أمثلة أكثر على المشاريع إذا في أسئلة أكثر. وإحنا اليوم هم يطلعون فعلا عارفين شنو اللي بيسوونه. فاحنا نبي نختم الورش من ناحية ال قبل احنا بعدين نبي ندخل معاكم في المشاريع وأمثلة عليها. وين الريموت؟ لاحظوا ان كل نموذج، انا قلت لكم ذاك اليوم كل نموذج احنا نقوم بعمله دائما نعكسه. تلاحظون مثلا يعني افترض تحاولون تسوون كذي، ان في عندكم نموذج فهمتوا نموذج العمل الحالي، نموذج العمل حق المشكله اللي تعالجونها، شلون هالمشكله قاعد تشتغل اليوم. كل شيء قاعد يصير عباره عن نموذج عمل، بزنس موديل. فمثلا حتى احنا في اقتصاد مثلا احنا بنحول الشباب الى من الاقتصاد الراسمالي الى اقتصاد الشباب. شوفوا راح عكسنا ال احنا نقول للشباب بدل ما يكونون هم يركزون على برامج تمكين ويعتمدون ان يكون عندهم التمكين من الخارج، ممكن هم يستكشفون قدرتهم على شنو يصنعون اثر، وبالتالي يصير برنامج الاكتفاء الذاتي والقدره انهم يستكشفون مواردهم وايد اكبر من خلال ما نسميه احنا عمله الشباب. لذلك عرضنا عليكم ان احنا في الاخير كل البرنامج عباره عن شنو؟ عبارة عن أنه يبني حق مستقبل من خلال محاولات حق قرارات واضحة، ويفترض أن يطلع لي التالي أن في إنسان هو بعد شنو يستعد إحنا ما بعد التخصص. إحنا نتخصص في مجال ما، هندسة، طب، علم اجتماع، أوكي، ما بعد التخرج، ما متطلبات التحديد للدراسة والعمل. ممكن هذا يعطيك مجال آخر في الدراسة بدل ما أنت تمشي مسار. يعني أنا طالب دكتوراه سنة نهائية في فيزياء طبية، أغير آخر لحظة أدخل مرة ثانية بكالوريوس شو اسمه ماجستير إدارة أعمال، وأنا مخلص ماجستير فيزياء طبية. لاحظوا إيش كثر ويست أوف تايم. أميرة تقول إنه والله محمد استفدت منه، صحيح استفدت، بس كان العائد الفائدة على المجتمع كشخص أنا استفدت صحيح، بس عائد الفائدة على المجتمع وعلى الأثر كان ممكن يكون وايد أكبر لو أنا كنت ما عارف مساري وكنت بسوي مشاريع أكثر. تحديد المستوى الاستقلالية، شنو الاستقلالية اللي أنا أحتاجها؟ شنو الأشياء اللي أنا افترض إني أنا خلاص أبتدي أعتمد على مواردي الذاتية؟ إنهاء ثقافة الانتظار للفرص. الفرص عمرها ما راح تجي لك. يقص عليك واحد إذا قال لك إن الفرص هي راح تجي لعند بابا. عمرها الفرصة الحقيقية ما تجي لعند بابا. الفرصة الشكلية تيجي. أنت عايش في مجتمع ريعي، أكيد في وظائف، في كذا يعلنون عشان يقللون نسبة البطالة. بس الفرصة الحقيقية اللي تناسبك ما بتجي إلا لما أنت تحاول بطريقة صحيحة. وإنها ثقافة التردد، مثل ما قلت لكم البروكاستينيشن، هاي مشكلة كبيرة. فبالتالي هاي ساعدني أن أستكشف الفرص. فإحنا اللي افترض إن أنا تعلمت الآن وقاعد بديت أتعلم، يعني بداية تعلم عندي، ما حتى ما تعلمت للحين، إن ما يحدث مني وما يحدث لي، انا اللي لازم احدث الشيء، مش اللي بيصير لي انا وهاي الظروف. لا، فبالتالي عمركم لا تلومون احد، دائما حاولوا تشوفون شو الفرص اللي تنفتح لكم، ولا تلومون نفسكم، انا ما اقول تلومون نفسكم، لكن شوفوا الفرص اللي تنفتح لك لما تكون في معوقات. اليوم يعني خبر، اكون صريح معاكم، شكرا بالنسبه لنا، احنا متقدمين حق مؤسسه خاصه، يعني مؤسسه تقدم خدمات نفع عام وتشتغل حق غير جمعيتنا، المؤسسة الثانية. ما احنا نعرف ان في مئات المؤسسات انفتحت بهالطريقة. احنا رفضنا.
أعرف نفس الشيء هدف الجمعية تختصر الهام تبني 3 سنوات وفتحت الجمعية وتقدمنا 3 سنوات لكن هاي مو معناته نجنا بيخلينا نوقف أوكي يمكن فتح لنا مجال مرة ثانية برا لين بعدين عرفوا عنا بيفتحوا لنا بس أنا أقول لكم ترى دائما الحياة فيها معوقات أوكي شوف اليوم الكل يمكن زيد وعبيد واللي ما يسوى قاعد يحصل لا تخل في القاهرة يقهرك هاي شيء أوكي تتساءل ممكن تسوي بتيشن تكتب حق وزير العمل ولا وزير التنمية ولا هذا شو اسمه أوكي لكن في الأخير اللي يهمك إن أنت ما بتوقف هاي بالعكس لازم شنو ما انسك باب إلا الله فتح لك 20 باب أوكي لازم تشوفه شنو هو الباب هاي لازم تدور عليه فبالتالي هذه الإمامية إلا من خلال اللي أنا فعلا عارف شنو أهدافي مثل ما قلنا نساعة عشان أقدر أحقق نتيجة بطريقة صحيحة لذلك أنا أقول لكم تابعوا حق هاي الحياة هاي النوع من الحياة في جهود كبيرة شوفوا هاي الإنسان قاعد يبذل جهود كبيرة لكن شنو صفات جهوده إنه يدخلك في عملية الروتين أوكي والروتين الإنسان إذا بدأ يشعر به يشعر إن حياته روتين يبتدي يدخل في العامل النفسي يصيد مرض القلق يصيد الاضطرابات النفسية يصيد يبتدي مشاكل في أسرته فانتبهوا من الروتين المستدام خاصة الإنسان الحساس فالناس يمكن هي ياتي يعني بعدها الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ياتي كذي طبيعة أنت بتعيش كذي بس كثير من الناس ترى إذا بدأ ينتبه حق إنه فعلًا هو عنده هدف لازم يرفض الروتين في حياته وما بيها إلا من خلال إنه يبتدي يفهم أول شنو كيف يبني قدراته بطريقة صحيحة وعمره على فكرة ما متحققون النتيجة إلا من خلال شنو ما في شيء جديد لاحظوا صدق الهم شو يقول إن أنت لازم تطلع وتنزل تطلع وتنزل بس كل ما تطلع وتنزل راح شنو دائرتك تتضح راح تقلل الضبابيه لاخر يوم في حياتك الضبابيه ما راح تنتهي لكن كل مره شنو تبين لك مسارات جديده لانك قاعد تبذل جهود وهذا اللي قاعد تشوفه لحظه ترى هاي البينيات ما شافت البرزنتيشن كنت احاول اشرح لها حتى قالت لي ما يحتاج بس من العنوان عرفت شوف الثقه قالت كلمات كل اللي انا قلتها في الدوره كان حاضر معانا صح بس هي شنو الفرق بينها وبيننا انها هي مرت هاي التجارب فهي عايشة نفس اللي أنا أتكلم عليه عايشة بالطبع ففي صناعة الشغف دي اللي لازم نبنيها لا تقول لي أنت ما عندك شغف في شيء أنت عندك إصرار وبتسوي فيه إصرار ومحاولة بس لازم تكتشفه مو بهواياتي مثلا ذيك اليوم مريم قال شرحت لنا هواياتها مو بهواياتي هو شيء كبير شيء بترك فيه أثر شيء بغير فيه العالم هاي الشغف اللي احنا نبحث عنه في اقتصاد الهام وبالتالي اكتشف انا من خلاله شنو الفرص وابتدي عمليه التغيير هذه اللي بيصنع نماذج ملهمه تشوفون نماذج في العالم ملهمه اثرت في العالم بدها تغير في العالم بالرغم من صغر سنها ما صارت بالصدفه صارت من خلال هاي الشيء المراحل اللي بتمرون فيها كالتالي الخطوات موجوده عندكم في البرزنتيشن بس بقولها باختصار لازم تحدد اطار لاستكشاف المسار في الفريق اللي بتشتغل فيه او في المشروع اللي بتشتغل فيه لازم يكون عندكم فرضيات معينه حق هالمسارات وحلوه القصه ان تقولوا والله بدينا بهالفرضيه ولما بدينا نطبق شنو اكتشفنا ان فرضياتنا كلها غلط بالعكس هذه معناته انت ماشي بالطريق الصح اذا انت بديت في شيء انت عارف نهايته معناته ما له قيمه الاصل ان انت بادي في شيء شنو ما تعرف شنو النهايه فيه بس انت قاعد تحاول تغير فيه ولاحظوا ترى احنا في مجتمع صدقوني لو بس اقول لكم بس تجي تشوفوا شو كثر هل كثر ممكن تتغير بسهولة ليش؟ لأن حجم الويست فيه حجم الهدر فيه وايد كبير اللي شفناه في أسرنا اللي شفناه في حياتنا اللي شفناه في مدارسنا اللي شفناه في قريتنا اللي شفناه في مجتمعاتنا أي شيء بتشوف تسوي كذي بس لازم بأرقام عشان أثبته يا دكتور حتى في مجالي لازم شنو؟ أصير نمبر كرنش عشان أثبت أن حجم الهدر كبير وأني أنا ممكن هذا فبالتالي لازم أبتدي شنو؟ أمسح المعلومات وابني معرفة جديدة وهذه المعلومات اللي المعلومات بتكون من خلال نوعين لازم في صور ولازم في ارقام اوكي وبعدين شو بسوي؟ ببتدي احدد عناصر الخيارات الرئيسية اللي انا ممكن اختارها عشان ابني عليها المشروع ابتدي ادارة التغيير لازم اثبت في مشروع اني انا كيف قاعد ادير عملية التغيير لازم انه في مرحلة امتعاض في تحديات في مقاومة لازم تقول لي صفة المقاومة اللي صارت عندك او من الناس الاخرين او من عندك انت حتى انت ساعات مر في مقاومه لو صار في وقت كان ممكن اشرح لكم زياده مشاريع عشان تشوفون كيف نحن نمر في مقاومه شديده وبالتالي لازم في شنو
نقيم النتائج ونوقف مع نفسنا اللي هو الوقفة، وبعدين طبعا نطلع بالنتيجة النهائية، أدرك مساراتي، أبتدي أعرف حتى ممكن على فكرة من صفات المشروع إني أنا أسوي شراكات عشان يصير في شنو، أحاول أضمن فيه موضوع استدامة. ولا وتشوفون إن أنت عشان تصل تعرف مساراتك تتمكن من خياراتك هذه تساعد يطلع لك شيء أحمر. يعني انت متى ما بديت تحاول تعرف مساراتك بتلغي ما شنو انك تتنكر لمساراتك، متى ما تبي تنتقل الى خياراتك تبتدي شنو تتعلم انك ما تهمل خياراتك، متى ما بقيت تنتقل الى تحدد نيتك معناته ما بتلوم الظروف الاخرين، متى ما انتقلت الى ان فعلا جاهزيتك حق المشاريع تكون اكبر معناته نيتك بتكون اوضح، متى ما بديت تنتقل انك فعلا تتعلم وصرت عندك عقليه جديده متجدده معناته تتعلم انك شنو ما بتقاوم عملية التغيير، بالعكس تعتبر التغيير يسن من سنة الله سبحانه وتعالى في هاي الأرض. وبعدين تتعلم أن أي عقلية ما تتغير معناتها عقلية ما بتتعلم. الأصل أني أنا قاعد أتغير، وأتغير مو بسبب أني أنا قاعد أكبر حجماً ولا أنا إيش كثر صار عندي معرفة، لأن دائماً مثل ما تقول لكم دكتورة المعرفة اليوم بالشيب ما لها، بكرة يحطون لكم شيب بني إذا ما يعني هاي في المستقبل. اوكي فما عندك مشكله في الذاكره وكم تحفظ، لذلك حتى نظام التدريس اللي احنا قاعد ندرس فيه يفترض احنا ما نتعلم عليه، نرفضه داخليا على الاقل. حتى انا متورط مع الاستاذ البروفيسور مالي انه يبيني احفظ عشان اسوي له المعادلات ولا عشان اكتب الامتحان، هاي داخليا انا رافضه فما بستخدمه مع الاخرين واعتمد عليه، فبالتالي هاي مهم جدا عشان اقدر احقق رحله مشرفه. اتوقع الحين ناخذ استراحه وبعدين نكمل معاكم حق الجزء الثاني بعد الساعه 6. اوكي تفضل جزاكم الله خير. ممكن تعطيكم بعض الافكار، حطيت لكم شيء مجموعه ما شاء الله، احنا عندنا في الليسته اللي اعطيناكم اياها اكثر من 600 مشروع، بس هاي امثله لان معاه بعض الصور حطيت لكم اياها للحالات اللي ممكن تشتغلون فيها اي شيء يتعلق في التنميه الاجتماعيه، نتكلم مثل برامج كبار السن، المعوقين، هذا والإعاقة يعني. فهي أمثلة من المشاريع اللي سويناها في البحرين، ومثل ما قالت الدكتورة الحرفيين على فكرة الحرفيين في البحرين ايش الفائدة، هو حرفي لكن عايش على الكفاف، يعني وايد شنو العائد ماله بسيط، فكيف ان احنا ممكن نساعده انه يرفع العائد ماله، هاي قد يكون واحدة من المشاريع. الأسر المنتجة بشكل عام نفس القصة، صدق إن الأسر المنتجة في البحرين اليوم ما شاء الله جيد حالها مقارنة بقبل، لكن بعد في أسر يعني أعتبرها منتجة لكن ما تستفيد من الخدمات بشكل كبير أو ما تعرف تسوق بطريقة صحيحة، أيضا هذا عرفت تعرفون أسر منتج بهالمجال ممكن نتشرف فيه. هذه يمكن انترستنج لك دكتور إبراهيم. سالف ماشي منطلق، سالف منطلق زين. فاحنا عندنا ايضا جماعه واحده من المشاريع اللي اخذناها احنا اشتغلنا في مشاريع القلق، وهذه سويناها يمكن في عده اماكن، سويناها مع جامعه البحرين، سويناها في مع المراكز الشرطيه، سويناها مع وزاره الصحه، سويناها في الرعايه الصحيه الاوليه. مشروع انترستنج اوكي، القلق تلاحظون حتى في الطلبة. اوكي؟ انت شكلك ما عندك قلق. زين؟ فالقلق هي ظاهرة. القلق طبيعي في هاي المجتمع اللي احنا نعيش فيه. اوكي؟ ابو احمد عطني خمس دقائق شيء بسرعة بمر على المشاريع وبعدين. عليكم السلام. معي شابات شباب ملهمين ملهمات. فالقلق هو ظاهرة والقلق قد يكون واحد من مشاريعكم او قد يكون واحدة من الاشياء اللي تحققون فيها نتيجة. فهذه مثل على مشاريع القلق، عندنا مشاريع اخرى اشتغلنا فيها مع وزاره الصحه، يعني مثلا شو هاي انا صورتي مع واحده من الدكاتره بوتشيريه بعمثل البوتشيري هاي ديالها ساعه. فهذه كان على مثلا شفنا راويناهم انه كيف ان الاطباء هم افضل ناس في فحص الفايتال ساينس. المرضات هم الافضل، هم الاسرع، هم الاحسن. اوكي فليش ياخذ وقت الدكتور انه ياخذ الفايتال ساينس؟ يفترض انه يعتمد على هاي عشان يقلل او يستكشف الامراض المزمنه اللي هو الضغط والسكر والكوليسترول والسمنه.
فالاستكشاف المبكر الأمراض المزمنة كان واحد مشاريع. تلاقونا وايد مشاريع مثلاً ممكن أن تكون very simple and interesting. مثلاً العلاقة بين الأقران اللي هو يعني أو التعلم الأقران أيضاً. في الطب إحنا استخدمناه طبعاً في التعليم. ممكن يكون لمجال أنتم بينكم وبين الطالبات مع بعض. يكون لمجال كبير. أوكي ويمكن هاي اللي تستخدمها أمينة بوتشير. تقريباً هو تعليم الأقران. أوكي مجال استخدم نفس المفهوم هذا. شفنا مثلا في وايد اشياء شباب شابات في دائما تذكروا الاشارات المرور وانتم تستخدمون سواء مهم جدا عندنا احنا موضوع شنو الكودفيكيشن والكلاسيفيكيشن يعني التصنيف الترميز والتصنيف وايد مهم تستخدمون في مشاريعكم مين اللي هو لونه احمر مثلا طالب عنده صعوبات تعلم مريض عنده مثلا شنو بحالات دائما يتكرر يعني يتردد على مراكز الطوارئ اوكي هاي غير عن شنو الشخص اللي هو قد يكون صيد مرض يعني مره في السنه اوكي يكون هو اخضر يكون بعد في نوع الاصفر اللي ما بين بين اوكي السايكوسوماتيك نفس الشيء ممكن نطبق عليهم اللي هم الناس اللي دائما شنو يسوون شوبينج يروحون مراكز صحيه وايد وانا متاكد في اهلكم كل واحد فيكم بما فيهم انا عندنا هاي المرض خاصه لبيتهم من المراكز الصحيه بتلاقون انه وايد يروحون مراكز صحيه حسبانهم كنا رايحين سوق كل يوم لابس العباية واللي هو حط العقاب ورايح المركز الصحي. اوكي؟ فهي صارت شنو؟ كأنه نوع من العادة لأنه متوفر لأنه سهل الوصول له. ما يدري أنها شنو؟ خطر عليه أصلاً، لما يروح هو يتردد على الأماكن، هو راح يعطونا شنو؟ راح يخونه بأدوية، وبالتالي هو راح يبتدي شنو؟ ياخذ أشياء ما يحتاجها. في المشاريع الكبيرة أيضاً مع دكتورة جميلة سلمان زميلتنا، مؤسسة اقتصاد الإلهام على فكرة، ودي أتعرف عليه. جميل السلمان اللي هو مشروع المضادات اذا تشوفون مثلا ايضا وايد ناس ياخذ مضادات حيويه وايد صح؟ ايضا هذه واحده من المشاكل اللي هي تسمم المضاد هو عباره عن تسمم ليش يسمونه يعني مضاد؟ لانه هو تسمم في الجسم فبالتالي الاصل الانسان ما ياخذه الا لما يكون شنو؟ هو في حاجه له ومثل ما تشوف دكتور ابراهيم ما بينترسنج لك هاي تقليل التهابات بشكل عام الكروس انفكشن وايد في المستشفيات هذا كان هاي المشاريع الكبيره. المشاريع الكبيره ايضا كانت مشروع مثلا كلها بعطيكم افكار انا بالصور هو انا اعطيناكم يوم الليسته بس الحين بالصور. مثلا شفنا ان في المستشفيات ما في اسفه خاصه مستشفى السلمانيه صح؟ اوكي بالرغم انه قالوا والله لما يفتحون مستشفى حمد راح تنحل المشكله في البحرين، زادت المشكله ما قلت. هاي اللي قاعد يقول حمان سوت ابوت هاو ماتش يو دو از ابوت ذا واي دو يعني مو بكثره زودوا الاسره في المستشفى السلمي وصلوا 1400 سرير، بعد وصلوا 1700 سرير، ما انحلت المشكله. مثل الحين لما قالوا بنزود الشوارع، يعني لما يزودون عدد خطوط الشوارع معناته بتزيد الزحمه ترى ما بتنقص. العكس هم لان تفكير الاسمالي يفكرون بيزودون على الشوارع اللينات يعني في الشارع نبي يقل، شو بيصير؟ الناس السيارات بتزيد مع الوقت بتزيد الزحمه. اوكي؟ فما تنحل المشكله بهالطريقه، لازم نفكر بطريقه مختلفه. فايضا السر كيف ان احنا نخلي الناس انه شنو الحل مال الاسره تتوقعون كم؟ لو قلت لكم الحين بنقلل شنو؟ الازدحام على الاسره، لان الناس يبون اسره في الطوارئ في السلمانيه بس ما يحصلون اسره. يلا شوف شلون بتحلونها؟ اعاده تقييم المرضى نعم ايوه دكتور؟ اعاده تقييم المرضى أميرة؟ إعادة تقييم المرضى. تقييم المريض. بعض المرضى يعني ممكن حتى يعني ما يحتاج يشتغل في المستشفى، ممكن يكمل علاجه في البيت. هو يسوي له زيارات خارجية بدل ما هو وعاد المقاعدين دليل اللي ما راح يطلعون لأن عندهم انفكشنز وكذا، صراحة ممكن حتى نخليهم في بيتهم واحنا نروح لهم مثلا. ممتاز. طيب بعد شيء ثاني. ما لازم الحل تقضي، هاي نظرته النظرة الطبية. كل ما كانت نظرتك غير متخصصة يلا قولي ليش مثلا اسمها انا ما افتحت ما اعرف اسمها اسمها بطلة ايوه تفضلي سمية في المستشفى هم يبون اسرة بس انه يكون ما في لان شنو لان الحين اللي يرخصونه زين بدل مثلا الحين رخصوا الظهر بدل ما يطلع على ما اهله وعلى ما اغراضه وعلى ما يطلع
فياخذ بعد انه مجال حق اللي محتاج السرير. بس بالمقابل اللي هو اسره الفنادق في اللي هو تشيك اوت، يعني في هالحزه ان تطلع بس غيرك يكون مكانك، فهاي الشيء اللي الفرق بين هني وهني. صبحك سمية. هاي شرحتها الدكتورة من قبل لكم، صح ولا لا؟ هو يعني الألونج هو يعني وقت اللي قالتها هاي جزء من الحل، مو كل الحل، هاي جزء من الحل، يعني واحدة من التكنيك إن إحنا ساعات عشان عندنا شيئين، شوفوا الأنالوجي يعني يسمونه تفكير مقارن، ترك عشان لكم شيء ممكن وايد يساعدكم في حل مشاكل وايد في الحياة. أوكي؟ إذا شفت إن في مقاومة من ناس متخصصين مثل الدكاترة، أصعب ناس هم الأطباء والبروفيسورز مال الجامعة، هذيلا اصعب ناس، يعني التغيير عندهم وايد، لان يسمونها بروفيشنال بيروقراتس، يعني هاي بيروقراطيين متخصصين، مو بيروقراطيين عاديين مال الحكومه، لا هذه اصعب. دائما يشوف نفسه انه هو يفهم، انت ما تفهم. وفي تقول له يا ابن فلان ترى انا ما افهم الماده مالته، ما في فايده، ترى يا دكتور ترى الطريقه لا ما في فايده. فدائما يعني معروفين هم يسمونه الاطباء والدكتور البروفيسور والمدرسين. اوكي؟ ساعات. والمهندسين على فكره. عموما يعني البروفيشنال بيروقراتس هاي موجودين في كل المؤسسات اللي فيها تخصص كبير. فانت شو تسوي؟ تسوي لهم تفكير يسمونه تفكير المقاربه عشان يقتنعوا، مثل ما قلت يا سميه انت تبغى تشوفهم شو الفنادق شلون يشتغلون كذي كذي عشان يتقبلون عمليه التغيير. او اني انا ما اعرف شلون اغير فابتدي اشوف اقول هاي المستشفيات اللي تشتغل مثل شنو؟ شنو اخرب شيء لها؟ والله الفنادق ليش؟ يعني السرير يدار مثل يفترض يدار مثل الفندق، الفندق الى حين في اوروبا قبل كانوا يخلونه الساعة 2، صاروا يسوون الحين الساعة 11، في بعضهم 10:30، إذا أنت ما تطلع يلفونك بيك، ما في لعبة 2، أوكي؟ ليش؟ لأنه صار بالنسبة لهم وقت السرير، يعني أقل من 24 ساعة، يعطونك الغرفة الساعة 2، لكن يبونه الساعة 10، عشان ما في وقت انتظار، يكون صفر بالنسبة لهم، أنت تنتظر لكن السرير ما ينتظر. لحظة شلون؟ فصار فكرة أن شلون أدور السرير، هذه الفن. بس بعد ما شاء الله عليه سمعي زين نتذكر مثل هاي الملاحظة دي. فعموما يعني بقيت أقول لكم إن في وايد أمثلة هي شنو سهلة وممكن حلها. تفضلي نور. عندي مثال يمكن ما يكون في اللي هو الصفحة. في إن في واحدة كانت مشتغلة على مشروع مال تخرجها في قسم الهندسة المعمارية. هاي فكرت في الأشخاص، خلينا نقول إنها خذت مشروعها من جانب اجتماعي أكثر، فكرت في الأشخاص ذوي المحدودين كثر اللي هم حتى ما تعد دخلهم 300 دينار، وعندهم أسرة وعندهم أطفال، وأطفالهم يكون في حدود 5 أطفال إلى 6 أطفال. أول مرة يوم قدمت المشروع الدكاترة اللي قيموها يعني عطوها أف، أنا أوكي مين قال لهم هم ما عندهم دخل كلهم أطفال، إحنا ما نتحمل المسؤولية، زين على أساس شنو توقع تفكرهم بهالطريقة؟ طبعًا هي اشتغلت على أساس شنو؟ راحت حق شركات وراحت شافت يعني راست حالة كاملة، دشت البيوت شافت شلون حالتهم، وراحت اشتغلت مع شركات أن هم شنو؟ يقدرون يبنون لهم البيت بطريقة حديثة، بطريقة سيفتي لهم، بطريقة تناسبهم مع معيشتهم بتكلفة أقل، يعني في إمكانية موجودة، ويطلع لهم يمكن حتى البيت ما تجاوز 7000 إلى 8000 دينار بحرين. فأنا قالوا لها أفضل من قال لهم إن أمي يبون 6 أطفال، يعني دي الطريقة اللي ليش قاعدة يعني ضيعين وقتنا. ردت قدمت مشروعها أهو مرة ثانية بالضبط، واشتغلت عليه أكثر وسوت دراسات حال أكثر مع الصور مع كل شيء، وحصلت عليه إيه، لأن هي إيه شنو فكرت من الجانب الاجتماعي، فكرت أن هم شنو إحنا أهمية، يعني إن أوكي هو خلاص هاي الواقع، إحنا ما بنغير الواقع، إحنا you have to find يعني solution أو إن حلول حق هاي المشكلة اللي موجودة. فهي فكرت ان لا قام احنا في امكانيه نقدم لهم منزل وكواليتي وكل شيء بطريقه جديده، يعني طرق القدم خاصه تغيرت ويناسب احتياجاتهم ودخلها، فليش لا يعني كان هي فكره طريقه مختلفه تماما. صفقة نور ما شاء الله. هذا المثل الاخير عشان ما اطول على ابو احمد والدكتور ايضا. هاي احنا لما رحنا الهند كان متابع على الهند هم نفس الشيء عندهم الفقارة بشكل عام، حتى في البحرين المقارنه يبون عيال والد ايش يبون عيال والد؟ هذا مو كلام صحيح. كل بيئه لها طبيعتها، طبيعه القريه غير، طبيعه المدينه غير، الحين الناس اللي يبون عيال قليل بعد يحسبون تعرف مو ضروري ان انت اللي تعرفينه واللي انا اعرفه هو الصح. اوكي؟ قد يكون ثقافه الانسان كذي، قد يكون اسرته هي طبيعتها كذي. قد يكون على فكره وهي شيء يعني رباني لازم انا ما احارب الثقافه دي
بهاي الموضوع لا ما ادري شنو مثل ما تسعى المراه يعني مثلا اوكي لا الكلام مو صحيح مو كل ما يقال من الغرب هو صحيح اوكي لكن اللي يهمني انا بغيت اقول لك هني لما شفنا هناك ايش قلنا له قال صحيح احنا نحارب شنو العمل الاطفال اللي شنو يعني اغصابهم على العمل لكن ما يعني ان احنا بالعكس اقتصادنا نشجع الاطفال ان يعملوا ولكن بدون على حساب المدرسه بالعكس انا اشوف الطفل اللي يعمل مع ابوه في المتجر او يعمل مع ابوه في الفلاحه وهو صغير هم الاطفال الاخر وانا اقول لكم تجربه شخصيه يعني من عيالي خمسه اعتبرهم هم ملهمين لان فعلا استخدمت معاهم هالاسلوب ما في هو يبي شيء يو هاف تو جين ات اوكي لا الاولين لا الاول يعني ناس شنو دلع او كل شيء يبغون يعطيهم اياه فانا اشوف النتيجه النتيجه وايد واضحه عندك فعلا بدات تطبقها حتى مع طلبتي او مع اي حد طيب اتوقع ان الحين صار الوقت حتى ودي كان اعطيكم امثله زياده لكن واللي يبي امثله زياده دائما يتواصل معنا بنعطيكم امثله زياده عندكم لسته قائمه اي شيء اذا كنتم تستفسرون عنه وشفتونه مقارب لكم ممكن اعطيكم برزنتيشن كامل يوصل تقريبا ساعات 200 سلايد لان في كل صور في احصائيات وغيرها فالحين نرحب استاذنا ابو احمد ونشكر على جهوده دائما ابو احمد ياخذ اللون انه هو يدخل معلومات ويحط لكم كل التفاصيل ياخذ وقت كبير من وقته فنشكر على ذلك تفضل ابو احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في البدء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سعيد أن أكون أتواصل معكم اللقاء الثاني طبعا نفذنا لقائنا أو جلستنا السابقة فيما يخص بوصلة التفكير وطبقنا مجموعة من التمارين والأنشطة وبعد ذلك طبعاً قمت بعملية الإجابة على الاستمارة الموجودة خذت نموذج من الأشياء اللي ذكرناها راح أكون أستعرض معكم في البداية فيما يخص كل جزء من جوانب الدماغ على اساس ان بس نكون ندخل في التفصيل في هذا اللقاء. سانتقل سريعا طبعا هاي الاشياء كلها المجموعات تذكرون اللي خدناها طبقناها مع بعض. تسلي على ايدي بتشوفون اليوم باذن الله تعالى يعني تفصيل يعني على اساس ان كل واحد يقول لكم اوضح شنو الموجود بالنسبه للنتائج وش نقدر بعد كل نبني بالتالي عليها باذن الله تعالى. طبعا تذكير فيما يخص الجانبين الجهه اليسار قلنا شنو موجود؟ هاي الجانب اليسار قلنا الاهتمام في مجالات اللغه والكلمات والمنطق والمسائل هذه كلها التحليل والترتيب والتفاصيل وهاي الجانب طبعا في الجانبين هاي البارت الاي والبارت البي والبارت السي اللي ياخذ جوانب المشاعر والاحاسيس وبالاضافه الى عندنا الجانب اللي تكلمنا فيما يخص التخطيط والابداع والتفاصيل على ذلك خلينا يكون نروح ذاكرين هني من عندنا صدى هني من أميرة اي ذاكر ان هني لحظة ونشوف بعدين شنو الفرق بالتالي يصير يتغير اصلا اذا يتغير معناته انه في في تقدم في اي في تطور والا ما في فائده يعني بيكون تشوفون انه ما شاء الله يعني حتى النموذجين طالعين
ان انتم تتكلمون بعضكم بعض وراح تطلع من التوقف. مش على ذلك خلونا نروح وين؟ اهلي. لاحظوا الآن قلنا فيما يخص الدماغ الأيسر والبارت A يركز على التعامل مع الحقائق والقضايا بدقة وطرق مدروسة ويعالج المشكلات بطرق تخضع للمنطق والعقلانية ويحب التعامل باللغة والأرقام والتعامل مع التقنيات. هذه وايد مهمة. اللي تشوفونه في الكمبيوتر وغيرهم بهذا الخصوص. لأن عندهم جانب المنطق ما شاء الله ويميل إلى تحليل الأفكار والأحداث بعيداً عن العاطفة ويهتم بالأداء المرتفع في العمل ويفضل تحليل الحقائق وتقييمها. هاي الجزء الخاص بالإيه. نشوف الثاني عمل البي التعامل مع ماذا؟ نلاحظ مع الأشياء والأفكار واحدة تلو الأخرى. تشوفون الشخص هذا لحظة لا تأذيني اشتري عند الضبط خلص واحدة ينزعج أن تقط عليه مجموعة من الأعمال فيحب يقوم بعملية الترتيب. بالتالي نلاحظ أن تكون بيئة العمل مستقرة ثابتة. نلاحظ يشعر بالرضا والأمان مع طرق العمل المحددة ويفضل الأمن والاستقرار على المخاطرة والمغامرة. المخاطرة والمغامرة من الدين ذلك منطلقين مغامرات وأمور كثيرة بنشوف لأنهم عكس بعض. وهو مخطط في صياغة الأساليب والوسائل لتحقيق الغاية منها. فنشوف الأنظمة والبوليسيز اللي احنا نتكلم عنها دائما يركزون على هذا الإطار ويميل إلى إنجاز المهمات قيد العمل في الوقت المناسب ويهتم بتفاصيل الأشياء ولديه قدرة على التخطيط التشغيلي واحدة واحدة يمشي مرتب الأمور وينجزها تك خلص اللي بعده وهي المجرة. هاي يحب الأمور تكون منظمة سيستماتيك. ينزعج جدا إنه تدخل أشياء مو طبيعية يقوم بعملية إعادة الترتيب. أنا عندي البيع عالي. أنا البيع عالي فعلا. صحيح كلام. الجانب الآخر نلاحظ بارت السي المشاعر متعاطف تجاه الناس والأحداث ولديه حدث دائما يعتمد على هذا الجانب من يشوف الأشخاص يتوقع في شيء ما راح يكون يحدث ولديه القدرة على استخدام اللغة الرمزية شنو يعني فيها الغير شفوية المتمثلة بمهارات الاتصال عن طريق لغة الجسد نلاحظ أعضاء الجسم وتجميل الوجه وتعابيره دائما تشوفه مبتسم حركات نشاط حيوية أمور من ذا الجانب. هاي اللي تشوفونهم ذلين المجموعات هذا لين مباشرة ذلين السي عندهم عالي. الجانب الآخر يشعر بالتعاطف مع الآخرين ويعالج المشكلات بطريقة شنو عاطفية وليس بطريقة منطقية وشعوره بالحماس عندما يحب فكرة جديدة ما شاء الله تشوفه يتقدم نشاط حيوية وينزع إلى الحقائق والتجارب التي لها جذور عاطفية ويستمتع بالتفاعل مع أبناء المجتمع. ونشوفهم كثيرين اللي موجودين في الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي. جانب آخر نشوف الدي. الدي يرى ويدرك الصور والأشياء بشكل كلي وليس جزئي ولا تعنيه التفاصيل ويفضل التغيير والتجريب للوصول إلى الأشياء والأفكار الجديدة من نفس الطريقة ويستمتع بعمل عدة أشياء بنفس الوقت. هاي المؤمن يحب هاي الأشياء ما عنده مشكلة فيها. أصلاً الحس إن الماكينة ما تتصور أنشط إن يعطونها أكثر من فكرة وأكثر من شيء حافظ عندك العالي جداً.
لا يقتنع بسهولة ويبحث عن بدائل أخرى لكي يقتنع ويستمتع بالمخاطر والتحديات، ولديه حساسية عالية تجاه المشكلات وقدرة على إعادة ترتيب الأفكار ووضعها مع بعضها البعض بطرق وتراكيب غير مألوفة، ولا يميل إلى عمل الأشياء دائما بالطريقة نفسها، دائما يحب التجديد، مبدع ما عنده هاي المسار، ويحب أن يجد روابط بين الأشياء ولا يميل إلى الالتزام بالقوانين، مو يتأذى يتربط شوي شوي على زين الله، يعتمد على الإحساس والعاطفة وليس على المنطق في مواجهة المشاكل، وهو شخص حدسي لديه قدرة عالية على التخيل والتخطيط الاستراتيجي. هؤلاء الديك، فكل واحد منا يعني الحمد لله رب سبحانه وتعالى عطانا كل هذه الأمور، كل الميسرة لما خلقها عليه. لاحظ أن جانب آخر اللي يميز كل واحد منا، الإيه يفضل ضمن نمط التفكير إيه، يسمونهم النظريون والتحليليون، المحاضرات تحليل وتحليل الأمور بموضوعية ومنطق، يفكر تفكيرا ناقدا ويحب التعامل مع الحقائق وتعنيه المخرجات على شكل بيانات وإحصائيات وأرقام، ويحب التعامل مع التقنيات ويركز على الهدف النهائي ويقيم النتائج واتخاذ القرارات الصارمة بناء على ملاحظاته الشخصية وبعيدا عن العاطفة. هؤلاء النظريون التحليليون. نلاحظ المنظمون شو يسوون؟ يفضلون التعلم من خلال العمل المنظم المخطط، ويميل لأن يكون تشغيليا وإداريا ناجحا، ويحب العمل التنفيذي الميداني التطبيقي، ويركز على الإجراءات والتفاصيل، ويهتم بالوقت والطرق والإجراءات المكتوبة، ويحب العمل ضمن أجواء آمنة منضبطة، ويحب امتلاك زمام الأمور، ويفضل الطرق التقليدية في التفكير فهو محافظ، ويحب التعلم والعمل خطوة خطوة، ويعنيه التسلسل الزمني والتاريخي والمكاني، ويحتفظ بعلاقات صارمة مع الأمور المالية، وشغوف للعمل تباعا أو تبعا للنظام، ورؤية أفكار تتقدم بالتدرج، ويعجب بنفسه كونه أداء لتنفيذ الأشياء. هؤلاء ما شاء الله الإداريين التنفيذيين عالي العالم، هاي ممتازين صراحة في ذي الجانب، وكل واحد منا نحتاج حق ذي الأمور على أساس أن نستطيع أن كنا ننجز، وإلا اللي ما يهتم في الوقت مثل ما تكلمنا في الجلسة السابقة عندنا الساعة 7 عادي نفسه 7:30، هاي بعد إشكالية بالتالي. الإنسانيون اللي قلنا كلها في العمل الخيري، شي فضلهم العمل التعاوني، نقاش المجموعات، العمل الكتابي والقرائي، لغة الجسد وتجميل الوجه، تمثيل الأدوار، يسعى للتواصل بناء علاقات مع الآخرين، ويمتاز بالعاطفة الجياشة والمشاعر المرهفة والبديهة الحسية والالتزام الروحي والأخلاقي. هذا بنلاحظها إن لحظة إن الاستمارات، نشوف كل واحد منكم يحدد القيم تطلع من خلال هاي الأمور الأربع مع بعضها. الجانب الأخير فيما يخص المبدعون والمكتشفون، هؤلاء الدين يفضلون الأنشطة الحرة مثل العزف الذهني والتشبيهات المجازية والصور البصرية والخرائط العقلية والنظرة الكلية، ويمتاز بتكيفه الجيد مع البيئة، ويحب دمج المفاهيم والعناصر المجزأة في شيء جديد، ولا يحب العمل ضمن طرق مقيدة ومرتجل، ويعتمد على الخيال كثيرا، ويهتم بالمستقبل وقد يكون متمردا، ويميل للمخاطر والتحدي والجرد، كل شيء عنده لازم يكون تجريد. طبعا كل واحد منكم عنده هاي الجوانب، واحنا نحتاج ان كل هاي الجوانب انها تكون عالية. لاحظت ان نشوف جانب من هاي الجوانب اللي ذكرناها الاربع اقل، معناته احنا نحتاج الى التدرب والممارسة بشكل اكبر، فبنشوف تلقائيا نصعد في ذا الجانب. بنلاحظ جانب اخر ان هاي شو سميناها؟ الايه منهم النظريون والتحليليين، عكس من
لاحظ هنا الإنسانية. فذلين الإنسان قلنا متعاطف، فلاحظت إنه يكون عند الجانب عالي، وهل يكون عالي دقيق؟ بالعكس هذا يكون مفيد للعمل كذلك. لاحظ هنا العكس، هاي قلنا الإنسانيون ذلين منضبطون منظمون، بعد بنفس الطريقة قلنا يكون نشوف الزملاء والأصدقاء كيف إن العكس بالعكس. العكس هي بعد بين المبدعون، المبدعون لأن عكس ذلين منضبطون ذلين، هذا يبي يطلع هذا يشوف كهز يعني أحس إنه قاعد يحيده، لكن لا قاعد يقولنا أنت عندك أفكار ممتازة بس خلنا نضبطها وبتشوفون النتائج شلون راح تكون تصير. واللي هني الايه يقولنا والله ترى أفكارك ما شاء الله ممتازة، يقيم يعطي الوزن الحقيقي بالنسبة له. فكل واحد منا لحظة ما يكون مثلا هني عندنا عالي لكن في الايه يكون ناقص، فنشوف إن نفسنا عندنا أفكار حلوة، احنا يصيرنا نوع من الشك، هل فكرتنا جميلة ولا مو جميلة؟ هذه إشكالية تكون تصير إذا هني أحياناً الإيه يكون أقل، فما يعطي الوزن الحقيقي لهذا الجانب. فمهم جداً إن الفرق نشوف إنه يكون يصير في تكامل، لحظة إنه يكون الواحد الإيه عنده عالي، بالعكس هو شخصياً نفسه راح يقيم أفكاره، يقول والله أنا فكرتي ممتازة ويدافع عنها بالمقابل. فما بال إنه يكون حصل أشخاص آخرين يدعمونه في هذا الإطار. طيب نشوف النتائج. يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. أحلى تبين. والكيف اللي حصل يعني لاحظ هذه هاي نموذج من المجموعة. هاي ورقتين شفتهم على جنب. اوف ليش؟ وبوضح ليش. هاي ورقة بروحها. وضح بها. هاي مجموعة. هاي ما طافوا يعني هاي مختبئة. هاي المجموعة بعد الصايم يعني عندهم جانبين، فصار لازم نفسر ليش، وممكن بعد مع بعض نعرف ليش هؤلاء اكثروا بهاي الطريقة، خاصة إن طبقنا قضية إن تأثير الدماغ على الجانب الأيسر من البدن والعكس بالعكس. طيب طب نبدأ مع أي مجموعات؟ الواحد بروحه ولا ابو اثنين ولا الكل؟ اللي بروحه زين. طيب نعود اللي هاي مثال، مثال طلعت استاذه امين. هني ما شاء الله الملاحظ ينطبقنا التمارين الستة طلع عندك خمسة يسار واحد يمين، يعني شنو معناته؟ ان الجانب الايمن وايد مأثر بالجانب الايسر، قوي عندك الجانب الايمن ويبين انه واضح. طبعا اولا اثناء مراجعتنا حق الاوراق في اكثر من شيء تلقائيا انت عصماوية، هذه جانب واضح مباشرة يبين. الجانب الآخر أنت في الدي والسي عالي جدا، يعني تسعة وتسعة، يعني تحبين الخيال والأشياء الابتكارية والأمور هذه، هذا بيبين هاي الجانب بوضح ليش. فأنت عالي عندك هذا الجانب فاستثمرين بوجودك مع اقتصاد الهام ما شاء الله، هذه قاعد يزيد وينمي عندك يعني طاقات ومستويات من القدرات بشكل عالي جدا. فهذه يعني انت تكونين فعلا سعيده بوجودك في هذا الموقع، لان هذا قاعد يستثير عندك كل هاي الامور. الجانب الاخر ما شاء الله عليك اجتماعيه،
9 يعتبر عالي جدا، يعني اي شيء اجتماعي بس مباشره الاستاذ اميره بتؤدي الامور بشكل عالي جدا. يعني اشوف يمكن عندنا شغله يعني مع الانطلاقه طبعا قضيه التايمينج الوقت المسائل هذه حدد ولا حرج. لاحظوها، لاحظوا كل شخص متكلم ولاحظوا التلقائيه من وجهه. ها استاذ اميره هل هذا صحيح؟ كلش يعني قضيه الانضباط الوقت او الدوام والقوانين هذه تنزعج منه، يعني وايد تنزعج منه. اذا انت بعد بحاجه، لان مهما يكون عندنا طاقه عاليه بس بعد مع ضابطها بعد عند حتى يمكن الاخرين بيكون بيساعدك بشكل كبير. هني بحاجه الى تركيز عالي. ما بقول رقم في الجانب الارقام هم كذلك، يعني بس شويه تمارين فيما يخص موضوع الارقام واللغات والمسائل هذه، هذه ممكن تساعدك. اولا بس بدي اكون عارف كم لغه تعرفين؟ ثنتين. طبعا اللي يكون عندهم قدره في اللغات هذه يزيد ملكه الابداعيه عند الانسان والملكه اللغويه اساسا. وهذا وايد مهم لو الواحد يكون يركز في هذا النوع. فيمكن اعطي امثله هني ما راح اكررها. ابشر ان شاء الله. اروح حق الاثنين، نلاحظ ان على سبيل المثال ابراهيم محمد وساره. وساره ساره يحيى. ساره يحيى. طيب بالنسبه لكم ملاحظ كذلك ان عندكم ان انتم اليمين اثناء التمرينات اليمين عندكم عالي. ساره ما شاء الله هني نفس الاميره، اميره ارقامها كلها هناك عاليه في اتجاه واحد، معناته تاثير قوي عندها. اذا بس بحاجه الى تقويه الجانب الاخر. هني العكس بالعكس. عندكم فيما يخص اليمين مأثر عليكم وين؟ الجانب الايسر من الدماغ بشكل كبير. عندهم الايسر قوي. يسار. وبنلاحظ يعني انت ترى الثنتين هو ساره ومحمد بعد ممكن A و B. من أقول أيسر معناته A و B. A الأرقام والانضباط والوقت والمسائل من هذا القبيل، هاي يعتمد عليهم بشكل كبير. عندها من إبراهيم عنده 8 و8 عالي يعتبر، وحتى في البي عالي. فوين إبراهيم؟ إبراهيم الله يبارك فيك دكتور. فأنت عندك ما شاء الله تبارك الله وايد عالي هاي الجانب. طبيعي لازم يكون يصير في دقه، واحنا قلنا مهندس ولا طبيب ولا محاسب ولا ما يصير بعد هذا يصير ضعيف، هاي تلقائيا تشوف لازم يكون عندهم عالي، لان طبيعه العمل يحتم عليهم بهاي الصوره. وهم كذلك البي لان قضيه الانضباط بعد ما في دكتور ترى طوارئ ان شاء الله نص ساعه عندكم يوصل لهم عقب ساعه راح المريض، فما في مجال. فبنلاحظ الامور تلقائيا هي قاعده تجيب نفسها بنفسها بهذه الصوره. ساره ما شاء الله بعد عندها في الانضباط عالي 9 ما شاء الله. و6 فيما يخص الجانب الاي. بعد شويه تمرين بتصعدين نقطتين بتشوفين نفسك ما شاء الله تبارك الله بشكل قوي جدا. هؤلاء اللي كان واضح عندهم اليمين واليسار. في مجموعات طلع عندهم تساوي يعني اليمين واليسار. زين بس في شيء هو اللي يكون يحدد انه هل اليمين اثر بشكل اكبر ولا اليسار؟ هذا اللي قاعدين نلاحظه على سبيل المثال. طلع دكتور احمد محمد محمد. زين ترى انت سبحان الله
النتائج بعدين تكملون بعضكم بعض. لا 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 العكس العكس تكملون بعض، لأن إذا هني كذي الثاني قاعد يضبط الأولى. الدكتور ما شاء الله هاي في المادة في الدين عالي، لأن يبي انطلق انطلق انطلق. زين أوفي وحصلت دي عطايا. فهو بهاي الصورة هو دي عالي عنده عالي بشكل كبير جدا. لا بس هو يعتبر أعلى لأن هو إيه ثبات من أي ثمانية أعلى تسعة بعد أكثر. كل من يصير يحصل فرص ينطلق بشكل أكبر. زين أنت بالعكس أنت الإيه عندك عالي. إيه لأن الإيه أنت قاعد تضغط النور طرح أفكار والمسائل هذه. دكتور لحظة ترى هذه وايد مهم كذي كذي كذي. أنت تجاوبيني تعادليه في ذي المسألة. ها لأن تبي تنطلق بس هي لأن قاعدة تقول لك إن أوكي انطلق عاد لازم يكون في أرقام في إحصائيات في مسائل في القبيل نطبقها حتى الأمور تكون أحلى ما يمكن. فكذي قاعد يصير التكامل في هذا الجانب. فأنت صايرين بالعكس بالعكس سهلة ثمانية ثمانية سهلة. فلاحظوا شلون صايرين مع بعض يعني قاعدين تتكاملون. يبين معك صحيح نشاط حيوي. اني في الجانب السي دكتور في هذا الجانب اجتماعي بس يعني ما عنده واحد وثنتين يقطع اني يقطع يعني اذا في شيء ما عجبه الله يعين اللي بقدر مو الرساله توصل بشكل او باخر. فممكن واحد يحس انه شويه بهاي الصوره بس هو لا يوصل المسائل بهاي الصوره. فهو يعني مقابل ذلك لاحظ الدكتوره لا انسانيه اكثر دكتور خفف شويه فهي تحاول ان تخفف هذا الجانب لان تراجعيه صحيح. فقاعد يصير بهاي الصوره وفي نفس الوقت الاشكال عندنا في البي. البي هي بلا ايه هي بلا شغل. هو اكيد في اسباب. الاسباب احيانا شنو اسباب هذا الجانب؟ اسبابها كثره الاعضاء والاعمال. هذه احيانا من كثر من الواحد عنده كثير من الافكار والبرامج والنشاطات خيال خيال خيال. زين يحتاج انه يكون في مجموعات هي تكون تقيد وتضبط المسائل من هذا القبيل. فهذه مثالين على اساس ان حبيت اكون اوضح للمجموعات. فهاي المجموعات بالمقابل بنفس الطريقه يعني ممكن ان شاء الله اكون لكم حاضر افسر لكل واحد وان باي وان يعني لكم اتابع لكم كل التفاصيل وما اطيل على اساس ان عندنا برنامج لاحق. يعطيكم الصحه والعافيه واذا في اي اسئله لا تعمدت ما حط النتائج يمكن تلاحظ ان غله حطيت حتى السي بي ارات الاشياء اللي قلت لكم اياها. اي اسئله قبل لا اكون اختم وننتقل حق الدكتوره دنيا. احد يبي يستفسر يبي يكون يعرف شيء او ما الامور ان شاء الله واضحه. بارك الله فيكم يعطيكم صحه وعافيه. اذا انقل الميكروفون الى الدكتوره دنيا. المهم توي برشد لكم على الجروب واذكركم بالمرحله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه حق اللي بيتجمع عندنا الحين. واتوقع في ناس خذوا خيار قرارته اللي بيوصل ولا لا. انا ابي اسمع الحين كل فريق يعني مثل ما يقولون فاست برين ستورمينج. مو معناته ترى اللي بترتدون في اليوم وهو لازم يكون هو المشروع، بس نبي نسمع شنو تصوركم لمشروعكم، خطتكم المبدئيه شلون بتسوونها، كأن تقولون لنا استماراتكم اللي تكلمنا عنها. واحنا هنا كلنا بنقول آراءنا عن الموضوع، ولا يعني ان آراءنا صحيحه وآراءكم خطأ، بنحاول بس نحطكم على التراك، كأن يعني نسوي
نساعد بعض المرات. نبتدي المجموعات بالترتيب. مجموعة ولا بشكل جماعي انزين، ويكون المسار هو ان احنا نساعد الناس المحتاجة. ان احنا نساعد الناس المحتاجة ونعزز احنا يعني المسار الحين مو واضح يعني واجد، فالحين في ضبابية انزين، بس هو المشروع انه اجتماع اقتصادي يعني تصنيفه، وانه يعني بالفئات الاقليه. للحين ما اخترنا، يعني احنا بنجرب بنجرب مع ذوي الاعاقه او المعنفات او المسنين او المرضى، يعني بنجرب بنشوف شنو الفئه اللي تتقبل ان احنا نطبق ياهم المشروع. ودا نقدر نتعاون بعد يعني جمعيات في المجتمع المدني انها متخصصه في هالمجال عشان يكون اسرع ان احنا نوصل الى الفئه. الاثر اللي نبي نتركه ان احنا نساهم في ادماج هاي الفئات في المجتمع. دكتور عمر، ايش رايك بمشروعها؟ عطيت المايك سمعه مجموعتكم؟ مشروع هادف، بس انا اقترح انه ما يحاولون يركزون على شيء، يعني هاي طبيعي احنا للحين كلنا بعد ركزنا، بس زين انهم حددوا المنطقه اللي هم يبون يتصرفوا فيها، وبالعكس شيء طيب. مجموعة مريم عايشة، شو رأيكم بمشروعها؟ يعني أنا عندي نستالة، بالعكس المشروع حلو، أنتم محددين الفئة أكثر ما هو المشروع، لكن شنو اللي تبون ترفعونه في ذي المشروع والعائد شوي مو واضح. يعني إني أنا أبي أدمجها وأقول لك شوي إحنا قاعدين نشتغل عليه من السبعينات وغيره، أنتم لازم شوي تحددون أكثر. يعني من الفئات المهمشة اختاروا فئة، يعني بعد ركزة ويقول أرقام أكثر داخل هايين، شنو بالضبط اللي تبغون تسوونه وياهم؟ يعني حاولوا تحطونه في محقان أكثر عشان يكون لكم واضح إنه هو الهدف إن إحنا نستثمر قدراتهم الداخلية. أي يعني حاولوا تحطون النموذج أكثر، مثل أمس قلت سوق المنامة السيارة، يعني كل ما دخلت في بالضبط، لاني انا كذي بغير العالم. اوكي بتقول شيء دكتور؟ زين. مجموعه دورة ابي عندكم اكثر من مشروع، فيعني في الفري. اوكي لا يعني قول لي كم المشروع اللي عندكم حاليا؟ احنا اتفقنا على مشروع معين، نبي نكون حلقة وصل بين الأشخاص اللي يبون يقدمون مثلاً الوركشوبس أو مثلاً يقدمون محاضرات أو هالمود بين الأشخاص الباحثين عن هاي الشيء، بحيث أن إحنا مثلاً لو في شخص هو حاب يبتدي هاي الشغلة هو يقدم مرشحات يقدم محاضرات، لكن مو بعرف شلون يبتدي، مو بعرف من أو مثلاً عنده مواضيع وايد لكن مو بعرف شنو أو مو مجهز حتى برزنتيشن، وإحنا نقدر إحنا نساعد إن الهيئة إن أنت تقدر تكون تقدم ورش عمل وطريقتك انت وشنو فكرتك نقعد وياه، في نفس الوقت اوكي هو عنده اشخاص معين او ما عنده، نقدر ان احنا نجيب الاشخاص اللي هم يبون ياخذون هاي الشغله.
بالنسبه لي طعام في مجموعه بس تقريبا قاعد افكر اني اسوي مشروع روحي وفكرته تتطلب من ايصال خدمة الوقاية إلى مجموعات معينة محتاجتها بشكل سوسيو إيكونومي. يعني مثلا مو مثلا بالتحديد نتكلم عن المصابين بالسكتة بجميع الفئات العمرية ونبي نسوي تقييم للقدم بحيث أن قدمهم يعرفون هل ممكن تصاب، هل هي معرضة للإصابة ولا لا. بس عادة ذلين يروحون حق العيادات والعيادات ما تعرف تقيم، احنا لا نبي نوصل لهم بحيث انه مثلا نستهدف نقول والله جمعيات نسوي زيارة للجمعية. احنا من ناحية تجيني وفرنا للشخصية، يعني وفرت موضوع انه مثلا يكون عندي عيادة او انه مثلا اشتغل في مستشفى بحيث انه ميولي ويدفعون فلوس مبلغ كبير لانه ديون حق المستشفى الخاص. لا انا مثلا اروح اتفق مع الجمعية الفلانية 100 شخص او 20 شخص ارتب لهم سكجولي بنقيمهم بشكل ارخص بكثير، يعني يمكن ربع السعر او ثلث السعر مقابل الحين صار عندهم سكريننج للدايابيتك فوت مالهم، هم عندهم مشكله الدايابيتس وفي احتمال عدمهم تسرق وبعدين تنقطع في المستقبل. لكن لو سوينا سكريننج لها عرفوا والله انا بس بغى يكون اخضر احمر اصفر اللي هو والله انا اريد التهدئه اي جرح يمكن تبهدل او لا قال لي زين طيب يلا نعيد المره في السنه هاي الحركه. وهل ما جرب مثلا ممكن نروح نوادي الشبابية والجمعيات كذا اكتشاف مبكر اكتشاف مبكر عادة يكون في المراكز هاي الصحية بس لا احنا بنسوي في المراكز الشبابية المراكز النوادي الجمعيات وذلين عندهم اعضاء اللي يحتاج منهم بهالطريقة نعكس الآية ونقلل المصاريف ونوصل لنفس الهدف اجتماعيا وماديا. يعني في النهاية هو نفس المبلغ اللي انا بحصله من باقي ياخذ الستولمنت المستشفى فهذه وين وين هذه مثلا بس يعني كمشروعي احنا بالوارد غير من المدينه. ولا ايش رايك بالمشروع الاولاني؟ اي واحد ما لازم ولا اي واحد من الفريق مشروع نوره او مشروع لو يعني مشروع نورة يمكن ما كان وايد واضح. اوكي شنو العائد الاجتماعي والاقتصادي منها او شنو الاجتماعي؟ العائد الاجتماعي انه هو في اشخاص راحوا سمعة عشان بعدين يسمعونكم. في اشخاص انه هم حابين مثلا شغلات انهم يبون يدربون او يبون مثلا هاي الشغله عندهم هذه الشغله لكن مثلا مو حاصل الوجهه المناسبه او انه مو عارفين شلون يفتدون اروح عند جمعيات ولا اروح عند شوف من بالضبط. يعني هل في مشكله اجتماعيه بتقدرين تطلعين لها ارقام في حاجه اجتماعيه؟ في حاجه لان حق الاشخاص اللي ما باحثين عن هاي الشيء يعني مثلا احنا ما بنتكلم مثلا عن جهه معينه احنا قاعد نتكلم عن اشخاص افكار يعني مختلفه مثلا في شخص مثل ما كان من فكرته انه هو يبحث عن الاشخاص اللي يبون الفن يبون مثلا عندهم هاي الحاجه اللي ليش مو قاعدين يدفعون من البدايه او مثلا بيقدم لهم محاضره انه هاو يو كان فايند يور سيلف انه هاي انه انت تحب ذي الشغله ولا ذي الشغله. يعني شنو بتقدمين لي اكثر من لينكد ان؟ يعني في اللينكد ان انا احنا نحط ابي ذي ويونا بحر وحد للموقع والمكان وغيره. يعني ترين ذا ترينر او مثلا الاشخاص الاختصاصيين. انا ما قاعد اقول اني انتقد المشروع، قاعد اقول ثينك اباوت ات مور. شنو الجانب الاجتماعي ماله؟ شنو الجانب الاقتصادي ماله؟ شنو انا بقدم؟ مثل ما امس كان دكتور يناقش سلماني وقال له جم، قال في وايد جمات انا بقول له انزل لينكد ان بعد يسويها اللون. وفي وايد هذه فانت شنو الاكسترا او الشيء المختلف اللي بتقدمينه؟ صح في وايد مراكز تدريبيه وتقول لك انا ها عطني واسوي داتا بيس واي وقت ابي وانا باخذ نسبه فهي قاعدين يسوونه بزنس قائم. شنو الجانب الاجتماعي ماله والاقتصادي؟ دكتور تبي تضيف شيء؟ يعني
يعني على نفس المنوال اللي كان امس قاعد اتناقش فيه كنت سلمان. اوكي مجموعه ايمان. اوكي شباب احنا كمان الحين ما فهمنا شلون هذا ما عندنا مصدر واضح بس عندنا افكار مبدئيه تمام. فكرنا انه يكون مشروعنا اجتماعي اقتصادي. الفئه المستهدفه بتكون رياض الاطفال والمسنين. الغايه من المشروع تنميه القدرات عند الاطفال ومشاركه الافكار بالاعمار المختلفه بين رياض المسنين الاطفال والمسنين. بس يعني طبعا هم مشاريع لان بعد شرحتهم ذي لهم مع ايمان يعني قبل عرضتهم رؤيتهم بعد النموذج الياباني مالنا. عندكم اي تعليق على الموضوع؟ شنو الحاجه المجتمعيه لها مروه؟ محتاجينه كمجتمع؟ تنميه يعني الثقه بالنفس عند الاطفال جيل يعني شنو؟ اوكي تحتاجون في التفكير في وضع المبررات، الارقام، العائد الاجتماعي، العائد الاقتصادي، شلون يعني مبتدئ يحطوا اليابانيين شلون نسبة اللي قاعد تصير عندهم مو اليابانيين البحرين سويناها. اي بس لا اللي يطبق مايه كان ما تجربوا فيديوهات كامله كان مال اللي هو يعني طلعوا هم الارقام وذي بروجكت يعني كامل الحين قاعد مطبق عندهم. نعم ما عندكم ماي؟ انا بعلق على المشروع. اوكي. انه اذا انا حسي اذا ركزوا على الاطفال بس بيكون افضل انه مع المسلمين انه هذا الشيء يطبق من قبل. يعني يمكن اذا ركزوا على اليهود يمكن يطبقون شيء احسن من انهم يدمجون الاثنين. انه هو ما بيكون في عائد اقتصادي واجتماعي مشروع من الاثنين يعني. يعني هاي وجهه نظري. اوكي طبعا قلت تفكير شوي زي مريم. أنا أتفق على كلام براء لأن يوم أنا أسوي مشروع التخرج سويت مقابلة مع فريق تطوعي وكان كذي كانت فكرتهم أنهم يدمجون الأيتام مع كبار السن وبالعكس طلعوا برامج وايد حلوة لأن كبار السن يعني هم وصلوا يمكن عندهم خبرة وايد عودة بالنسبة للأطفال والأطفال أيتام يعني يمكن اللي ما لقوا في الرعاية وكذي يكون عند المسنين ففكرة وايد حلوة. اوكي هو بالفعل يعني انا مع راي مريم اكثر هو طبق الدكتور قاعد يتكلم عنه اليوم معظم المدارس الخاصه بامريكا يسوون اوبن داي لليدات والاجداد لان احنا باليين وغير كنا ما لنا امراض الزهايمر ذي اللي قاعد يصير صار عندي تقاعد فعندي جنريشن غير وعندي جنريشن جديد بعد فهو مشروع بس تحتاجون شوي بعد بلورون اكثر. في احد يضيف شيء عليهم؟ مشروعكم مشروعهم بدل يعني اذا مشروع مثل هاي سمحنا مثلا نطبق اذا قدرتوا تحصلون ما طبق جيد او تصلون للناس اللي طبقوا وانا واحد منهم طبقت هذا المشروع ومع دار المسنين وغيره لكن اذا ما قدرتوا ما يعني هاي انه ما بتسوونه لانه هو لو طبق يعني تلاقون دائما في نواقص مثلا طبق مرات وبعدين توقفوا ما في استدامه فانتوا كانه بتدخلون على مشروع ثاني يضمن استمراريه الشيء. اوكي؟ لان الحاجه مثل ما قالت مريم حق الطرفين. حاجه كبار السن انهم يشوفون كبار السن بس مثل الاطفال يحتاجون الى العاطفه، يحتاجون الحنان، يفتقدونه يعني اليوم مع اولادهم ما يشوفون اولادهم، ما يشوفون احفادهم مثل قبل، خاصه اللي يكونون هم يروحون اللي يشوفونهم يترددون على مراكز مثل كانو ويوكو وغيرهم ذيلا، هاي تلاقون ان حياتهم مو مثل اللي ما يجون، اللي ما يجون معناته يمكن عندهم اكتفاء ذاتي. واول حاجه حق هاي الكبير السن الكواليتي اوف لايف يعني جوده الحياه فعلا انه هو يحتاج مثل الطفل شلون يحتاج حنان بعد كبير السن يحتاج حنان. ويحتاج انه يقوي ذاكرته. يمكن ما قالته مريم اختي دعاء انه هو شنو الكبير السن مشكلته؟ الذاكره ما تبتدي يفتقدها عشان تتفرط منه. وانا اقول لكم انا استخدم حكمه امي انها هي معاها الذكريات والقصص مال اول
لأن تقدر تبتدي تربط الأشياء مع بعض، وهذه قصة الربط. الإنسان مع الوقت تفلت منه، خاصة ما يتكلم وايد، إذا مشغول في حاله، مشغول يعني بروحه، ما في أحد يتردد عليه. فأنا أتوقع أن المشروع إن شاء الله يكون يعني جيد. حتى المشاريع اللي قبل سمعت ترى ممتازة. يلا المشروع الأخير، أنت مشروع ولا مشروعين؟ كان مشروعين بس قررناه المشروع. مشروعنا بيكون إن شاء الله سميناه إحنا مشروع أطباء المجتمع. زين، لأن دائما دكتورة دنيا تقول أنت أطباء المجتمع. فكرة المشروع إن إحنا درسنا في الجامعة الاختبارات النفسية وحبينا إن إحنا نستفيد منها. فبتكون فكرتنا ان احنا نروح المدارس ونتعاون معاهم، ان احنا بناخذ الطلبه اللي سلوكياتهم يعني وايد مشاكل، بنطبق عليهم اختبارات نفسيه، بنشوف وين المشكله بالضبط. هاي الفكره الاولى. او قلنا يمكن ان احنا نكون موجودين في مجمعات نفس ما نشوف امراض السكر والسرطان، دائما يتواجدون في المجمعات كيعني يسوون لهم نفس الاختبار. فاحنا هاي فكرتنا بشكل مختصر. اول شيء بنبتديها اجتماعي، اذا بنسويها اقتصادي بنتواصل قلنا مع مراكز الخاصه الموجوده بالبحرين مثل مطمئنة وابن سينا اللي يقدمون استشارات نفسيه، وبنقول لهم انه يعني فكره تطبيق انه يسوون ابلكيشن، لان دائما اللي يحسون انه بصدهم امراض نفسيه يستحون، فاذا كان اونلاين احس انه بيكون قبول اكثر. هاي يعني مشروعنا بشكل مختصر، ونهدف ان مثل ما قلنا نعود الى نقطه البدايه، ان احنا نصلح المجتمع ونحل المشكلات الاجتماعيه، واول شيء بنكون متطوعين، وعقب ان شاء الله بنبتدي انه يكون مشروع ربحي. انا بستحق على الاهل. إيه احنا قلنا هاي بعدين بنسوي، البدايه بنبتدي اجتماعي لما نتدرب بشكل اكثر، وعقب بنبتدي اقتصادي. اوكي، بعد يعني كنت تحتاجون شويه. هو زين انك قلتوا اطباء المجتمع والطلبه المشاغبين. اي ترى بعد مره ثانيه عندنا مشروع، هو مشاريع بالحقيقه في اتصال الهام، سواء داخل البحرين او خارج البحرين. داخل البحرين ممكن حتى نشبككم مع الشرطه. اوكي، مع ان اسمهم يخوف الشرطه، لكن خليكم تشوفون مثلا الشرطه كيف انه يحاولون، خاصه الشرطه المحرقه. او ان مثلا تشوفون مشاريعنا اللي سوت الدكتوره وانا سويناها في البوسنه او المغرب، كيف مشاغبين اثبتنا ان هذول عندهم طاقات او قدرات رياديه افضل من الطلبه الشقاء. اوكي، وانا ايضا نفس الشيء، انا اتعامل وايد مع المشاغبين في الام بي اي وفي الباي، فاقول لهم حسن واحد من الطلبه، حسن سكافي من الطلبه المشاغبين، بس شفتوا البرودكت مال حسن صح؟ فمو طلب اي ولا بي ولا سي، ها افريج دي ستودنت، لكن بالنسبه له هو شنو؟ انسان يبي يغير العالم. فلاحظوا هذه الاشخاص ساعات احنا ننظر لهم بس من نظره شنو؟ علميه بحته، بينما هو قد يكون هاي العلميه هو مرحله بالنسبه له، بس عشان مفاتيح ممكن يسوي اشياء لناس ثانيه. وهذه ذكرنا بيل جيتس وستيف جوبز وغيرهم اللي ما غيروا العالم ما خلصوا البكالوريوس. اوكي، في احد عنده تعليق على مشروعكم؟ بس احنا الحين اذا مطبق الاختبارات النفسيه هي تشخيص، وش العلاجات اللي احنا كتبنا هني؟ ان احنا من خلال تشخيص المذكر بالتشخيص المبكر احنا بنحط مثلا كتابنا هنا، احنا نبي الوقايه، نبي اول شيء نستكشف المبكر. يمكن المدرسه اوكي، احنا كلنا درسنا في المدارس ما كانوا يركزون على الجانب النفسي، واحنا كتبنا هنا ان التشخيص المبكر من خلال الاختبارات، لان احنا عندنا مبدا ان الصحه النفسيه اساس كل شيء. عشان الواحد يكون متفوق ويبدع لازم تكون صحته النفسيه جيده. احنا الفترة اللي بنطبق فيها المشروع بتكون فترة اجازة اللي هو من شهر 8 الى شهر 9، فليش بدل ما الطلبة المشاغبين تتجهون الى مثلا المرضى بعد تكون عندهم حالات نفسية بسبب الامراض المزمنة اللي فيهم،
فهم بعد يحتاجون إلى علاج أو تأهيل. فالفئة إن لو تتغير تكون أحسن. إحنا حطينا فئات عدة مثل ما قلت لك، إحنا يمكن نطبق بعض المجمعات نفس مرض السكر لما يكون عندهم فلافونويدز ولا شيء، أو مرض السرطان تروح هناك، أو حتى في الجامعات، في الجامعات الخاصة يعني فاتحين في الصيف. أنا بس أنا مريم الحين هذا التخصص أنا في جري وانتصل كل شيء، حتى في البداية بيضيع قصر مشروع شهرين ثلاث شهور مثل ما قالت دكتورة حق الفريق الأول، نفس الشيء أنا أقول لكم حاولوا شوية تتخصصون في البداية. أوكي الجول مالك إن تصلوا مثلا مثل عيادة حق العلم الاجتماعي، أوكي حلوا مشاكل المجتمع وإحنا بنتبناكم، قلنا لك إحنا إذا هاي بالعكس هاي شغلات، لكن تدعوا بمثل علم الاجتماعي الحين مثلا والله إحنا بنصير أطباء مجتمع حق الأسر اللي يحسون عندهم أبنائهم طلبة مشاغبين مثلاً، أوكي؟ أبتدي بذي المشروع أثبت نفسي فعلاً أصير أنا طبيبة مجتمع، أثبت أني أنا حليت مشكلة مشكلتين ثلاثة، بعدين أستخدمها كماركتينج عشان أبني عنها. فلا توسعون وايد لأن الوقت ترى وايد قصير، في تحدي كبير you need to focus. هو التحدي مثل ما قلنا في صناعة القرار وشنا عقب التواضع التحديد والتركيز، لازم أكون أحدد وركز عشان اجيب النتيجه صحيحه، ولا ما شاء الله الفكره بعد ممتازه. انا هاي اللي بقول لكم كفكره وايد ممتازه مثل ما قال الدكتور مشتغلين عليه من قبل، بس يمكن الوسيله والاشياء اللي تشتغلون عليها بلها وايد تعديل. يعني انا ببتعد عن الاختبارات النفسيه، وتلاحظون احنا مشاريع الاقتصاد الهام ما نروح حق الاندفجوالز، ناخذ شويه المجتمع، لان يمكن دي اسلوب العلم النفسي انتم دخلتوا فيه اي اول كيس وابتدي اعالجه. لكن اجيب لكم الامثله احنا شلون تعاملنا وياهم، لا تعاملنا وياهم ك كل متكامل. فحاولوا حتى في طرق تعاملكم هو اللي تغيرونها، وحاولوا تحطونه في محكان اكثر يسهل لكم الوصول الى التارجت جروب، تقدرون تسوون معهم برنامج في هاي الفتره. يعني لازم شويه تحطونه في محكان اكثر. مري أميرة أبو أحمد، عندكم أي تعليق على أي من المشاريع؟ أبو أحمد عندك تعليق؟ إنزين، في عائد اقتصادي حق مشروعكم؟ إحنا قلنا في البداية إنه بيكون اجتماعي، عقب قلنا بنحاول نتواصل مع المستشفيات الخاصة أن يسوون لهم أبلكيشن، لأن المريض النفسي أو مثل ما قلنا المشاغبين وكذي ما يعترفون أو يستحون إنهم يزورونهم. أو في أهل بعد يتخوفون أن يودون عيونهم بلا ممكن. خلي الأبليكيشن بعدين مريم لما تدخل إيه، يعني قصد الأبليكيشن يكون مشروع ربحي إن شاء الله، وقد يكون بالعكس شيء زين يطلع لنا مثل الحين مساعة أمينة وتشير إن شاء الله تصيرون أحسن. يعني بالعكس فكرة الأبليكيشن وايد زين، بس الأبليكيشن ليس هو الحل، الحل الحين إن أنتم تسوون مانيوال سيستم، إن تعرفون شلون تعالجون الحالات طلبوا المشاغبين وتعالجونهم، تكتشفون فيهم الشيء الاقل. يعني انتم لستم بعد اليوم مؤهلين كمعالجين، فبكره يقول لكم انتم كوزاره الصحه انكم ما يعطيكم هاي الفرصه. لاحظوا ترى وايد في بيروقراسي في هاي، يعني في البحرين بالذات فيري بيروقراتيك جفرمنت، هذه خاصه اذا هي حكومه قديمه، هذه البيروقراطيه وايد يعني لازم في قوانين اجراءات ما ادري شنو، فلا تخلون هاي الاشياء لا تروحون تداقلونها لان بتصير هي بتطلع لكم معوقات اكثر. فحاولوا دائما تحملونها بطريقه مختلفه، والله انت تبي استشارات في مجال عيالك مشاغبين كذا كذا، تعال لان احنا بنقعد معاكم وبنشوف شلون نقدر نطلع بحلول. انتم ما تحلون بحاله واحده، تكملون عده حالات مع بعض وتسوون معاهم مشروع، تثبتون انه بالعكس ان هاي اللي تشوفونه يا اسرته انه مشاغب قد يكون هو شيء شخص او شنو، انه في خير اكثر يمكن من الاخوه الثاني اللي هو شاغب ويجيب اي مثلا او اخته. يعني تركزوا ان في كل المشاريع انتم بتسوون نماذج تطلعون بمانيوال، باكر تقولون انا ذي النموذج خليت بذي الطريقه هاي المانيوال انا مستعد ابيعها، عشان انتم اذا طبقتوه في اماكن ثانيه فانت بتسوين نموذج وبتطلعين مانيوال، نموذج مبني على ارقام احصائيات حاجه طريقه استخدام تبين الحل. وطبعا اللي بتسوونه بيكون لازم يكون موثق بصور، موثق بارقام، انه يعني اخر شيء في المرحله الخامسة اللي بتجون تسوون البرزنتيشن بيكون فول برزنتيشن. طبعا في المرحله الثالثه بشرح لكم الكيتيريا ان شلون تعرضونه، بس بهاي الاسبوعين بتشتغلون وبساعدك هاي الاب ترى ماين ستون بالعكس حلو حق الاب، بس شنو هاي الاب يمكن ما شرحتها امينه لكم،
ان هي الاب عباره عن شنو؟ عباره عن بروسيجر بروسيس طويله هي راح تحطتها في اب. اوكي وصار عليه الاب الحين سمعه وكذا وكذا. فهذه معناته لما فهم السيستم مالي خاصه انت الحين بتحل تعرفين شلون تتعاملي. في وايد قضايا مكتوبه عن المشاغبين وانا كاتب يعني وايد في كتبي خاصه بالانجليزي عن المشاغبين كيف انهم هذيلا ممكن نشوف هذيلا هم ياثرون في الاقتصاد اللي نسميه اقتصاد الشباب. بس لازم انتم تجربونه على البحرين. اوكي لازم الحين اختمت وخلصتي؟ انا لبي بس انت بقول لكم انكم خلال هاي الاسبوعين جان طبعا انتم بتكونوا احنا مقررين عندكم مجموعاتكم بالضبط عندكم 16 يوم اليوم بنبتدي احنا نشوفكم جماعيا. طبعا اي شيء قريته خلال هاي الاسبوعين احنا موجودين انا والدكتور خلال واتساب تبون اي واحد فيكم حياكم ممكن نرتب لقاء بالنسبه لكم بس اخذوا وقتكم يعني مو ناخذ وقتكم لانه بتطير اسبوعين بس اقصد ابتدوا فكم في المشكله بالضبط حددوها طلعوا الارقام ابتدوا روحوا تست ذا ووتر دوكيومنت ايفريثينج لان ممكن بتعودي من تبتدي تشتغلي تغيرين ومو بغلط انكم تغيرون لانكم بتكونون عارفين بس يكون المسار النهائي عندكم واضح وارتباطه بمساراتكم الشخصيه. يعني اليوم انا كنت بعرف من مشروع مريم اللي بتسوي شنو بيحقق لها هي في مسار حياه مريم. يقول انا ما بدش في المشروع لان انا هني مساري دكتور ابراهيم قال انا بتعاون وياهم بس انا عندي ذي المسار في حياتي فانا بدي اوصل حق المرحله. زين احنا اول شيء بنشكركم ما بتطول لان خلاص طولنا يعني عارف الناس لازم ترجع بيوتها الناس اوريدي مشيت لكن حسب حسبه دكتوره دنيا احنا عندنا فريقين متقاربين فانا اقترح ان احنا نعطي فريق وفريق نص لان فريق واحد حصل 45 الفريق الثاني حصل 42 باقي الفريقين الباقيين حصل 28 ففي فرق وايد. الفريقين المتقاربين هم فريق ولا نتائج امس على شو قول شنو النتائج عدينا النتائج كانت مالت امس اي عينا في نتائج 45 احنا مش عارفين ولا شنو 45 زين بين الاشياء اللي سويتوها امس المسابقات المختلفه اللي صارت حق الجروب وبين الاعمال اللي سويتوها ما شاء الله صامده ما في اثنين صامدين للحين فاحنا كان الفريق الاول جاب 45 والفريق الثاني 42 اللي هو فريق ايمان والاصف كلهم والفريق الثالث والرابع بالضبط جابوا نفس الرقم 37.5 بعد صفقوا حق الرقم نشاط حي عمرية صف جاي صورتوا ذي شباب؟ تنسوني ها؟ هاي بس نخرج حق البيت ها؟ انزين اوكي اوكي حطني اياه في الجروب انزين ايه خلينا نحطه في انستغرام صورة بروفيشنال انزين حكى فريق ايمان موجودين منهم بس مروة طبعا مريم دي ليندر سيندي تذكرونها تخدمت معي الاقتصاد هذه حق مريم ايمان حق ايمان قصدي وهم معهم بعد مريم الكويتيه مجموعه ولا صفقوا لهم شباب قانا بعد كم يوم؟ 16 يوم